يا مساء الفل واهلا بيكم معانا وحلقه جديده من ان بوكس. النهارده حلقه جامده جدا جدا وكمان فيها موضوعات حلوه قوي قوي ان شاء الله. لكن طبعا في البدايه ارحب بزمايلي واصحابي نوره ونوران. يا مساء الفل يا بنات. ازيك يا روح؟ يا مساء الجمال. إيه؟ يا فاروق عامل ايه؟ 100 100 تمام الحمد كله لله. كله حل؟ كله زي الفل. يا رب تبقى كويس. الحمد لله. اطمن عليك احنا زي اخواتك يا اخويا. كويس ومية مش طالعه من قلبك. ازيك يا نوره؟ ازيك يا نوره؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله كله الحمد لله. وحشتيني. وانت كمان وحشتيني جدا بجد. بنبسط بقى لما بنطلع مع بعض. طبعا. بجد تبقى حلقه مميزه. بالذات انا وانت فاروق. الحمد لله والله. طيب يا جماعه احنا هيبقى معانا فقرات النهارده زي ما فاروق قال مختلفة ومتنوعة جدا. يمكن آخر فقرة معانا يبقى معانا موهبة مصرية جديدة في الغنى وهي سحر سليمان. يمكن في الفترة الأخيرة شفنا حفلة تامر حسني ورامي جمال، هي طلعت على الستيج وشاركتهم الغنى. كمان هي كانت إحدى المتسابقات في عرب آيدل، ويمكن طبعا المسابقة دي معروفة يعني في جميع أنحاء العالم، والنسخة العربي بتاعتها هي كانت مشاركة فيها. هتبقى معانا وهتنورنا في فقرتنا الأخيرة، هنسمع غنى حلو جدا وهنعرف عن مسيرتها الفنية أكتر. حلو قوي. وتكملة بقى كده لحلقتنا الفنية النهاردة، الفقرة اللي جاية هنتناقش في موضوع مهم هو السينما. السينما طبعا اللي أغلب الناس بتحبها، حابين ان احنا نسألكوا بقى في الفقرة اللي جاية، هل لما بتحبوا تشوفوا فيلم بتفضلوا ان انتوا تروحوا السينما تتفرجوا عليه، ولا بتحبوا ان انتوا تتفرجوا عليه عادي في التلفزيون او في البيت؟ خصوصا انه في دراسات بتقول انه مشاهدة الافلام في السينما صحية للبدن والحالة النفسية أكتر. هنعرف ده كله بالتفصيل في الفقرة اللي جاية. حلو. والله من أحلى الحاجات اللي في الحياة السينما دي. لها متعة. طيب أما بقى يا جماعة دلوقتي بياكل. فإحنا حاجة حلوة. فنحتفل معاكم يعني بعيد ميلاد واحد من ملوك الكوميديا، وهو يعني يكاد يكون متربع على عرش الكوميديا، وكمان ملك الارتجال في مصر والوطن العربي، وهو الفنان الكبير سمير غانم. سمير غانم فاكهة الفن كده بالنسبة لنا، الراجل اللي دايما بيقول كل الإفيهات بالنسبة لنا واحنا متقبلين منه كل شيء من أيام زمان خالص، لما بدأ طبعا أفلامه من أيام ثلاثي أضواء المسرح لحد النهاردة طبعا بالمسلسلات اللي بيشارك فيها. كل سنة وانت طيب يا ملك الكوميديا. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to سمورة. Happy birthday to you. فتوتة توتة توتة توتة. بصوا يا جماعة أنا حابة يعني أقول أنه أنا يعني أعرف طبعا الفنان الكبير سمير غانم بشكل شخصي، وأنا بوجه له التحية من خلال كاميرا إن بوكس. وكمان عايز أقول أنه هو يمكن من أطيب الشخصيات اللي موجودة فعلا في الوسط الفني. قلبه كبير، بيحب جدا يساند ويدعم الشباب، النجوم الشباب. ممكن لو طلبتي منه مساعدة في مجالك أو في شغلك يساعدك من غير ما يفكر، ويعني أنا بجد بحترمه جدا وبحبه جدا وبقوله كل سنة هو طيب. بالضبط. ويمكن كمان المميز في سمير غانم أنه أغلب الفنانين كده اللي هم بيكونوا في مجال الكوميديا بيكون يعني معظمهم كده بيقولوا عليهم أنه هم في الحقيقة مختلفين عن ما بنشوفهم في التلفزيون أو مختلفين عن ما بنشوفهم في السينما، انه بيتمتعوا اكتر بان هم ممكن يبقوا ما بيهزروش زي ما بيهزروا قدام الكاميرا، او دمهم مش خفيف قوي زي ما هو قدام الكاميرا. ولكن فعلا سمير غانم كل الناس اللي قابلته في الحقيقه بتقول انه نفس الكاركتر اللي بيطلع في اي لقاء تلفزيوني هو سمير غانم، هو نفس خفه الدم، هو نفس الطيبه اللي هو فيها. فاحنا اكيد 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 بنحبك يا سموره، كل سنه وانت طيب. بالظبط كده. بصوا يا جماعه، كان في زمان حدوته معروفه قوي من الصحفي الكبير الراحل محمود عوض، وهو حكاها وكان بيتكلم على الفنان الكبير سمير غانم. قال في مره من المرات انا كنت بتفرج على مشهد لفنان جديد اسمه سمير غانم، والمشهد ده كان عجبني جدا جدا وفطصان على نفسي من الضحك، ورحت متصل بمين؟ بالموسيقار والملحن الكبير محمد عبد الوهاب. قال له يا عبد الوهاب، الو انا ميت من الضحك. قال له ايه اللي مضحكك كده قوي يا محمود؟ قال له اصل في ممثل. معلش يا فندم حكيت الحكايه غلط. ليه بس؟ عاكس الموضوع. ليه بس؟ عشان طبعا عبد الوهاب هو اللي يعني لما اتفرج على سمير غانم كان موهبه شابه لسه طالعه، ويعني قعد يضحك فكلم الصحفي طبعا الراحل الكبير محمود عوض، قال له انا اول مره اضحك بالطريقه دي. فقام قال له مين ده الولد الكوميديان الهايل ده؟ قال له ده انت ما بتعرفش سمير غانم؟ قال له لا انا اصلا ما بتفرجش على التلفزيون. ما انت عارف. قام قال له ده كوميديان لسه طالع نجم يعني صاعد وشاب صاعد. كان تعليق طبعا الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب عليه قال انه ده في ميزه
مختلفة جدا عن أي حد، إن هو وسيم مش معتمد على شكله ككاركتر، ككاركتر إن هو يبقى كوميديان زي ما تعودنا طبعا على الفنان إسماعيل ياسين إنه كان بيعمل حركات وإيماءات بوشه، أو مثلا عبد الفتاح القصري كان دايما ليه شكل مميز، بالظبط ليه شكل مميز. لكن هو قال إن سمير غانم وسيم جدا، فكان ممكن يبقى فنان تراجيدي أو يعمل أدوار رومانسية، لكن هو بموهبته قدر يثبت عكس ده عن شكله وصفاته أو سماته الشخصية. بالظبط. يمكن الموضوع ده برضو يعني عبد الوهاب أو كانوا مستغربين أنه في حد بيضحك عبد الوهاب، لأنه كان معروف عنه أنه هو مش أي حد بيقدر أنه يضحكه بسهولة. بعد بقى ما كلم الصحفي الراحل محمود عوض في التليفون، حب ان هو يفرح سمير غانم شخصيا، فعمل ايه؟ ادى رقم تليفون سمير غانم لعبد الوهاب وقال له انه كلمه ان انت تتكلم معاه، يعني دي حاجه هتكون هتبسطه اكتر. وبالفعل محمد عبد الوهاب اتصل بسمير غانم في التليفون، وبعدها وطبعا محمود عوض ما قالش لسمير غانم انه هو هيجي له مكالمه زي دي. طبعا سمير غانم ما صدقش، شتم عبد الوهاب، افتكر ان هو واحد بيعاكس او واحد متقمص شخصيه عبد الوهاب وبيشتغله، فقفل في وشه. طيب وبعد كده حصل ايه بقى؟ راح الصحفي الكبير راح واخد تاني يوم سمير غانم وراحوا المكان، قالوا رايحين فين؟ قالوا رايحين بس كده يعني لحد كده هنقعد معاه شويه. وهم قاعدين مره واحده لقوا الموسيقار الكبير عبد الوهاب دخل عليهم في القعده، قال له احنا هنا في بيت مين؟ في بيت عبد الوهاب. وطبعا من هنا بدات بقى المفاجاه بالنسبه طبعا للفنان القدير سمير غانم، وطبعا يعني اعجاب الموسيقار الكبير عبد الوهاب طبعا بالفنان الجميل. وطبعا كلامنا عن الفنان القدير سمير غانم لسه مكملين معاكم، لكن طبعا هيحلى اكتر بالمشاهد بتاعه طبعا الفنان القدير سمير غانم، ومعانا جزء من مسرحيه المتزوجون، تعالوا نروح نشوفه ونرجع تاني. يعني اغلب الفنانين دايما لما بيقولوا ارائهم في الكوميديا بيقولوا انه اصعب انواع التمثيل هي الكوميديا، صعب قوي ان انت تضحك حد من غير ما يكون بتستظرف او بتقول حاجه ما بتضحكش اللي قدامك، او انه يكون بيضحك عليك مش بيضحك من الافيه او الحاجه اللي انت بتقولها. سمير غانم المميز فيه ان هو ما كانش فعلا عنده حاجه مميزة في شكله تثير الكوميديا، يعني ملوش حاجة زي ما كنا بنقول زي إسماعيل ياسين أو عبد الفتاح الأسري أو الناس دي كلها تبان في الشكل الخارجي بتاعهم. سمير غانم كان يقدر يلعب كل الأدوار، ولكن إن هو يضحك الناس والناس تحبه بالطريقة دي، فأكيد عنده موهبة فنية عبقرية جدا. ربط وحزم وشدة كده. وبعد كده بقى أول ما تخرج سمير غانم أو أول ما خلص ثانوية عامة راح قدم في كلية شرطة. وفعلا قعد سنتين في كلية شرطة لكن للأسف سقط فيهم. وبعد كده راح انضم كلية الزراعة، وبعد كده بقى اتولت الأعمال الفنية طبعا من خلال حبه للكوميديا وكمان للمسارح الجامعة. وهناك بقى اتعرف على الضيف أحمد وكمان جورج سيدهم، وده كمان اللي خلاهم يكونوا الثلاثي طبعا المعروف والمشهور وكوميدي جدا، ثلاثي أضواء المسرح. بالظبط كده. يمكن طبعا فرقه ثلاثي اضواء المسرح كانت فرقه غنائيه كوميديه، كانت بتشارك في افلام كتيره جدا، وكانت قادره وكفيله ان هي تحول اي عمل فني لكوميدي. يعني مثلا لو شاركت في فيلم، الفيلم ده بيبقى مميز جدا لان فرقه ثلاثي اضواء المسرح بتشارك فيه وبتحوله ليبقى عمل كوميدي ودمه خفيف جدا. يمكن هم اشتركوا كانوا دايما يعني عاملين الفرقه دي لحد سنه 70 لحد ما توفى طبعا الضيف احمد. ده أثر نفسيا جدا في حياة سمير غانم وجوج سيدهم، وبدأوا كل واحد يعني هم اشتغلوا شوية مع بعض بعد وفاة الضيف أحمد، ولكن بعد كده بدأوا ينفصلوا، كل واحد بدأ يعمل أعمال فنية خاصة بيه. ومن هنا بقى يعني سنة 77 فعلا حقق سمورة نجاح كبير جدا من خلال مسلسله حكاية ميزو، والمسلسل ده كانت بداية قوية جدا للفنان سمير غانم. من بعدها قدر ان هو يشارك ويعمل فوازير رمضان، بالرغم من ان كانت الفنانة نيلي فنانة استعراضية كبيرة جدا كانت هي ليها وجود كبير في شهر رمضان من خلال فوازير اللي كانت بتعملها واللي احنا كلنا كنا بنستناها، ولكن هو قدر يثبت نفسه في منطقة الفوازير وبرضه نجح فيها جدا. فطوطة فطوطة. بالظبط كده. أما بقى المسرح فده يعتبر هو بيته الأول. سمير غانم من الناس العاشقة للمسرح وكمان الناس المتمكنة قوي اللي هي ممكن تقف ترتجل على المسرح وتقول حاجات بتضحك الناس وترجع تاني للنص بسهولة جدا. حتى دلوقتي المفروض كمان انه سمير غانم مؤخرا سمعنا انه هو هيرجع للمسرح بعد توقف دام لمده سنتين تقريبا. هيرجع بايه بقى؟ هيرجع بمسرحيه اسمها لما الزهر يلعب ان شاء الله، وهتكون يوم 23 يناير اللي جاي
وهيشارك كمان في بطولة المسرحية الفنانة شيرين، واللي قدمت معاه يعني لينا لينا ما يقرب طبعا من 40 سنة من مسرحية المتزوجون، آخر صح. عمل ليهم عملوه مع بعض يعني، وإن شاء الله برضو مستنين يعني أعمال أخرى. وكمان برضو اختار الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا بنت الفنان الراحل طلعت زكريا علشان كمان تشاركوا في بطولة المسرحية، وأكيد طبعا هتكون مسرحية مختلفة كالعادة. أي حاجة بتيجي من الفنان القدير سمير غانم طبعا أكيد هتكون حلوة، أكيد هتكون بتضحك. وطبعا كل أعماله اللي قدمها بالنسبة لي يعني سواء على خشبة المسرح أو كمان الأفلام الجميلة اللي احنا اتربينا عليها مع ثلاثي أضواء المسرح، أكيد كلها معلمة معانا لحد النهاردة، مش ناسينها ولسه كمان مستمرة معانا. طبعا احنا بنوجه التحية تاني وبنقول له كل سنة وانت طيب يا سمورة، واحنا تربينا على مسرحياتك وأفلامك وبنتمنى لك الصحة والتوفيق دايما في مسرحياتك الجديدة، أكيد هتكسر الدنيا. وإين بوكس بيقول لك كل سنة وانت طيب وبخير وصحة وسلامة. كده دي فقرتنا خلصت، بعد الفاصل هنتكلم معاكوا عن هل مشاهدة الأفلام في السينما قادرة ان هي تبقى مفيدة لينا كتمرين صحي لينا لصحتنا النفسية وبتفيدنا في حياتنا ولا لا؟ بعد الفاصل نرجع نتكلم معاكم بالتفاصيل. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم باقي فقرات إين بوكس، وزي ما وعدناكم ان تقريبا الحلقه كلها هتبقى مخصصه عن الفن. احنا هنتكلم معاكم دلوقتي عن مشاهده الافلام في السينما، هل هي مفيده صحيا لينا ولا لا؟ يمكن في دراسات كتيره قوي، ويمكن في دراسه بريطانيه كمان تابعه لجامعه كوليدج في لندن قالت وبتثبت ان فعلا مشاهده الافلام في السينما هي مفيده للصحه، زي بالظبط كانك بتمارس تمارين رياضيه حقيقيه. ايه السبب؟ بيقولوا ان معدل ضربات القلب في السينما بيزيد زي ما بيحصل بالظبط في التمارين، زي ما بتلعب كارديو، والكارديو ده اللي هو انت بتمشي على التريدميل او اللي هي المشايه، بتلعب الالعاب اللي هي بتاعت الاجهزه دي، بتحاول او بتستمر لمده 45 دقيقه تقريبا وانت في السينما، عشان كده بيقولوا ان هي شبه الكارديو والتمارين الرياضيه الحقيقيه. بالظبط. يمكن كمان قالت برضو الدراسه انه الجسم بيتفاعل وبينشط لما الدماغ تبقى منغمسه في شيء او انت مركز في حاجه، وده اللي بيكون حاصل فعلا لما بتدخل الفيلم، بتكون قاعد منتبه جدا لكل حركه لكل حاجه بتحصل لكل صوت كمان حواليك، فده بيؤدي لتنشيط العقل. بتنشطه ازاي؟ بتنشط الذاكره وبتخلي الانسان بيقدر ان هو يركز اكتر، عكس اللي بيحصل مع الاستخدام المتكرر لما مثلا بنكون ماسكين الموبايل او بندخل على مواقع السوشيال ميديا، او حتى بنكون قاعدين بنتفرج على حاجه وسايبينها كده باك جراوند ومش مركزين فيها خالص، فده بيؤدي لتقليل التركيز والقدره عامه على التركيز. هم بقى عملوا ايه؟ جابوا 51 واحد دخلوهم فيلم علاء الدين، حلو الكلام. ولقوا ان هم يعني بعد ما دخلوا الفيلم لقوا ان معدلات نبضات القلب يمكن اختلفت، وكمان ضغط ارتفاع الجسم برضو نفس الكلام، جسم المشاهدين من ناحيه درجات الحراره برضو اختلفت كمان. ولقوا بقى هنا ان بعد مشاهده الفيلم ده لقوا ان اغلبيه الناس القدره الذهنيه عندهم افضل بكتير جدا من قبل الفيلم، وكمان تركيزهم بقى افضل بكتير برضو من قبل الفيلم، لان هم يعني ابسط حاجه ان المشكلات اللي حواليهم يمكن بيحلوها بمنتهى الهدوء، ولقوا ان ليها حلول يعني بسيطه جدا عكس الاول. فاكيد طبعا انا متهيألي يعني من وجهه نظري ان ده بيفرق على حسب نوع الفيلم اللي انت داخله. يعني اكيد لو فيلم رومانسي برضه هيبقى الموضوع كويس جدا، لو فيلم لو فيلم اكشن اكيد برضه الموضوع هيبقى يعني لحد ما زي برضه الكارديو كده، هيبقى نبضات قلبك اكيد هتزيد شويه. بالذات مع التقنيات الحديثه اللي في السينما بقى، الـ4D بالظبط، انت عايش جوه الفيلم. لكن بقى هنا مع الافلام الرعب الموضوع هيبقى عامل ازاي؟ هل هنا برضو القدرة الذهنية والدماغية عندك هتكون أفضل طبعاً ولا أسوأ؟ لا، لأن أنت بتبقى alert طول الوقت منتبه وانت قاعد في السينما ان ايه اللي هيحصل، خايف مثلا مش عارفه ايه يطلع لك، لو بالذات فيلم ليه علاقه بالعفاريت والحاجات دي بس هو ده مطلوب يعني بالظبط، تحرقي تحس، لا ان انت كمان تحس يعني يبقى في متعه في الفيلم، مش ان انا قاعده عارفه على فكره انه تمثيل وقاعده فاتحه نور البيت كله وقاعده باكل وبهزر وبضحك، مش هحس بالفيلم ومش هحس ان هو فيلم مرعب على قد ما انا. بس في ناس يا جماعه بتبقى رخمه قوي في السينما، اللي بيقعدوا يضحكوا على افلام الرعب دول بكرههم، انا في يعني بيدمروا لي الرعب على فكره، لو جاي مفكر يعني. لا طب ليه تضحك؟ ما بقاش ده فيلم رعب. لا هو محدش بيضحك، بس مرحله الرعب وصلت لمرحله الدم وبس،
يعني ايه؟ لا لا، حتى يعني لو في رعب تحس انه الناس بتتخض فبيجي معاها الضحك، فبيبوظوا لي الفيلم. ده طبعا مش لطيف يعني. ذا نون اللي هو كان فيلم بقى قعدوا يعملوا ان هو فيلم رعب الناس هتموت منه، دخلته كان زحمه جدا، الناس كلها تقريبا بتضحك اول ما تطلع لهم الراهبه دي، وبيقعدوا الناس تضحك. انا حسيت ان انا دخلت فيلم كوميدي بجد، بس أيوه. دي مش حلوه بصراحه يعني. حاولوا يا جماعه تراعوا دي سلوكياتنا احنا جوه السينما. بالظبط، سلوكياتنا حاولوا ان احنا تراعوها، لانه في ناس تانية بتحب قوي الفيلم ده عندها، او السينما عندها شيء مقدس ان هي تدخل الفيلم مستنياه من شهور عشان تتبسط فيه. صح، فاكيد دي مش حاجه حلوه ان انا مثلا اقعد اضحك او اسفه من فيلم رعب او فيلم اكشن يعني. بالظبط. بصي انا كمان بحسها يعني، هو حسب الفيلم، في افلام كده تحب ان انت تشوفها في السينما، وفي افلام تانية تحب ان انت تتفرج عليها في البيت. انا بحس انه ليها علاقه كمان بالفصول، فصول السنه. يعني لو انا في الشتاء اكيد 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 هتبقى اكتر متعه بالنسبه لي ان انا قاعده متغطيه تحت البطانيه وبتفرج على الفيلم اللي انا عايزاه وباكل الحاجات اللي انا عايزاها دي كلها. صح. لو صيف بنخرج بننطلق اكتر، فممكن ان انا ادخل السينما استحمل التكييف اللي في السينما، فهيبقى الموضوع لطيف. فهو ليه علاقه بالفيلم وليه علاقه بالجو. انا عكسك، انا الشتاء بالنسبه لي سينما. يا ابني انت عشان واحد بتحب تعيش جوه الثلاجه. اول حاجه، لا اول حاجه الافلام في الشتاء بتبقى احلى من الصيف. ده رقم واحد. على فكره مفيش ولا فيلم حلو دلوقتي الصيف يعني. عيد صغير بس لحظة. يعني عيد كبير اي حد يعني اجازه كبيره أفلام يعني. الافلام الانجليش كلها في طول الصيف، الافلام الانجليش كلها بتنزل. ايه ده يا جماعه، اهدوا بس. الافلام الانجليش كلها بتنزل الفتره دي، انتوا ايه مالكم؟ لحد بنشوفهم يوتيوب. يوتيوب انت يعني بنشوفهم على النت. لا انا مش معاكي في ده عادي. لا يعني بص، انا من عشاق، لا انا حتى لو الفيلم عندي ايه يا رؤى؟ انت قلت ايه؟ قلت احمر. لا انا ما سمعتش، بس سمعتها حاجه ثانيه بقى. لا بصي، الفكره ان لا مش كده. انا بالنسبه لي السينما دي يعني يعني تغيير المود تماما، انك تشوف الفيلم في السينما برضو، واكلك الفشار وانت قاعد كده، والجو برضو يعني بيسخن مع احداث الفيلم. انت لا، انت بتعيش في مود. انا معاك انا معاك، بس انا الصيف بالنسبه لي السينما اكتر يعني. انا لما يكون في فيلم انا مستنياه وخلاص نازل، انا ببسط جدا لما بروح اتفرج عليه في السينما. بحب اجواء بقى الفشار، وان احنا نشرب حاجات بس ده بيتخن. مش بيخس زي ما الدراسه بتقول. ما مش عارفه بس ازاي. لا هو الفشار مش بيتخن، بس لو كراميل، لو بالكراميل او بالجبنه هيتخنك. لو بتشربي مشروب غازي مشروبات غازيه هيتخنك. بس فانا مش عارفه ازاي يعني. بس هي الفكره، انت برضو ساعتين مش هتلحقي تتخني لو كلتي حاجه بسيطه يعني خلال الساعتين بتوع الفيلم. شيبسيات وحاجات. انا بدخل بساندوتش البرجر، بدخلش بفشار. وكمان السينمات الجديده دلوقتي انت بتخش يعني مرتاح اكتر، وكمان بتطلب اكل وقصه كده يعني. ده برضو الموضوع مختلف. بصوا يا جماعه، السينما حلوه ايا كان نوعها ايه، اتبسطوا وعيشوا. ايا كان بقى هتخس مش هتخس، اتبسط، ريح دماغك كده في الصيف في الشتاء. الموضوع لطيف برضو جدا. بس احنا ممكن نعمل هوم سينما برضو مثلا. حلو جدا لطيف، بس المود نفس بتاع السينما هو الجميل برضو. في الموضوع. طيب. لك النور يا اخويا، واخد منك تذاكر. كده خلاص، خلصنا كلامنا معاكم عن الموضوع ده. بعد الفاصل هينورنا وهيشرفنا طبعا الفنانه الجميله سحر سليمان، وهي موهبه من مواهب عرب ايدل، وكمان الحائزه على المركز الثاني. بعد الفاصل خليكم معانا. جديد ولسه مكملين معاكم بقيه فقرات ان بوكس. الفقره دي معانا صوت مميز جدا، صوت قوي، شاركت في عرب ايدل تقريبا من 6 سنين، وكمان حصلت على المركز الثاني في مسابقه الابداع العربي. كمان شفناها مؤخرا غنت مع تامر حسني في حفله ليه كانت مع رامي جمال، والناس تفاعلت معاها جدا وحبت صوتها جدا، واحنا كمان لما سمعنا صوتها في الحبه اللي فاتوا الصغيرين دول اتبسطنا معاها جدا. منورانا النهارده في الاستوديو سحر سليمان. ازيك يا سحر؟ الحمد لله. عامله ايه؟ منورانا. منورانا يا صاحبي قوي. طيب قولي لنا، بداتي ازاي الغنى، او مسيرتك مع الغنى بدات من امتى؟ الغنى انا بادئه من وانا صغيره تقريبا جدا يعني، كان عندي 5 6 سنين في المدرسه بقى، حفلات لغايه لما برضو ثانوي فضلت مكمله في المدرسه. وبعدين الجامعه بقى هي بدات فيها ايه اللي هو يعني اهتم بالموضوع اكتر، او ان الناس مثلا تاخد بالها من ان انا بغني اكتر. كان بدايه من الجامعه. دي كانت البدايه بقى. طب كان مين بيشجعك في البيت بقى على الغنى؟ ماما اكتر حد يعني بتشجعني لغايه دلوقتي، بس هي وهي برضو اكتر حد يعني، او اول واحده اكتشفت ان انا بغني وبدات تساعدني في ان انا انمي الموضوع وكده. فبس عملت ايه بقى؟ يعني مثلا كانت بتروح في المدرسه، سحر صوتها حلو، ف
فبداوا ياخدوا بالهم فاطلع اشارك في كل الحفلات بس لكن من اول بقى اعدادي بقى مثلا ثانوي لا خلاص بقى هم بداوا ياخدوا بالهم على طول ان سحر بتغني فبقيتي بتشاركي في الحاجات فبقيت بشارك بقى فيها يعني بمسابقات مثلا في المدارس حفلات كده يعني انت دراستك اصلا ايه يا سحر؟ انا ليسانس اداب اوكي حاجه مالهاش علاقه بالمجال ما فكرتيش ان انت تدرسي موسيقى ان انت تبقي فاهمه اكتر او موثقه صوتك بحاجه اكاديميه هو انا ما حاولتش لغايه دلوقتي ان انا اقدم في الموضوع ده بس انا عندي فكره يعني ان انا ممكن اعمل حاجه زي دي بس مش عارفه امتى بصراحه هي تيجي بوقتها هي بتيجي لوحدها ممكن انا بس عشان يعني بتدرب ممكن كتير عشان انا في الاوركسترا فده مخليني ايه مش عايزه او ما عنديش مثلا الوقت ان انا اروح قوي دلوقتي للدراسه حلو فيعني الخبره كمان بتفيد اكتر يعني كده. مع الوقت طب سحر قولي لنا بداتي ازاي تاخدي خطوات فعليه في مجال الغنى يعني امتى بداتي او قررتي ان انت مثلا تشاركي في عرب ايدل من امتى خدتي خطوات رسميه ان انت تبقي بقى مغنيه وتتعرفي والناس تسمع اغانيكي هو الخطوات دي جت لما انا فعلا دخلت الجامعه عشان على الجامعه دايما بتعمل فيها مسابقات بس بتكون على مستوى الجامعات كلها فدايما كنت باخد فيها مراكز اول تاني على طول كنت كده فبدا بقى صحابي او مثلا بدا ناس بتفهم في المزيكا بتقولي لا ابداي مثلا ان انت ايه تقدمي في برامج في مسابقات بصراحه لما بدات فيها او جربت في المسابقه بتاعت عرب ايدل كنت لسه برده صغيره ما كانش صوتي زي دلوقتي خالص فبس برده خدت بصراحه يعني خبره جدا من الموضوع ده وكانت تجربه برده اكيد مفيده ليا يعني بتفك الرهبه شويه كتير جدا يعني انا يعني ممكن من بعد عرب ايدل بدات فعلا ان انا ابدا بقى اخد بالي يعني ايه مسرح اكتر يعني ايه غنى يعني ايه حفلات بعد فعلا مرحله عرب ايدل جميل جدا هل دخلتي مسابقات تاني غير عرب ايدل دخلت انا في مسابقات في الجامعه بتتعمل اسمها مسابقه ابداع دي اختاروني منها خدت فيها مراكز يعني كذا سنه ورا بعض وبعدين بقيت سولست في اوركسترا وزاره الشباب والرياضه من اوركسترا بقى وزاره الشباب دخلت مسابقه اسمها ابداع العربي دي بتتعمل بقى على مستوى العالم كله في مثلا تونس الكويت السودان الوطن العربي الوطن العربي وفزت فيها خدت فيها مركز تاني وكانت مسابقه حلوه جدا يعني حلوه ليالي مش ليه طيب هنسمع ايه منك؟ نقول ليالي يلا يا سيدي شوفي الكيو لما يترجع يا سلام ليالينا ليالينا وتاهت بينا ليالينا 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 وتاهت بينا ليالينا وتاهت بينا تاهت ليالينا ليالينا وقلنا نرسي على مينا مشينا وقدينا من غير أهالينا ولا حد بيسأل فينا مشينا وقدينا من غير أهالينا ولا حد بيسأل فينا وتاري الدنيا غدارة غدارة بتغدر كل يوم بينا غدارة والله جيتي علينا يا دنيا جيتي علينا علينا يا دنيا وجيتي كتير على ناس قبلينا ليالينا ليالينا الله الله قوي ما شاء الله ما شاء الله صوتك حلو جدا صوتك فعلا حلو جدا 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 طيب سحر حابه اسالك بقى عن الحفله اللي انت غنيتي فيها مع تامر حسني ده كان من قريب الموضوع جه ازاي صدفه ولا كنت مخططه له ولا ايه اللي حصل لا ولا اي خطط هو في انا سولست في اوركسترا وزاره الشباب والرياضه فالوزاره كانت عامله مسابقه لسه جديده خالص اسمها اي جي تالنت فالمسابقه دي يعني مثلا بينموا المواهب بيشوفوا مثلا حد بيغني حد بيرسم المهم كان الغنى
في مين احسن حد هيغني لتامر حسني. بس حصلت تصفيات كتير جدا طبعا، لغايه ما انا فضلت من اخر بقى التصفيات خالص. بعدها عملنا حفلتين مع تامر، حفله هو جالنا فيها في الوزاره، وحفله احنا طلعنا معاه مع رامي جمال. بس كده. طب غنيتي ايه مع تامر؟ كنا عاملين ميدلي لتامر في اغاني زي مثلا كل يوم احبه تاني، واخيرا وبعيش، اخيرا جه اليوم ابقى معاه وبعيش. كنا عاملين كذا يعني كذا اغنيه في بعض. بالظبط كده. الكواليس كانت عامله ازاي بقى؟ يعني دايما تامر معروف عنه ان هو يعني انت عارفه فرفوش. بالظبط كده. هو يعني كواليسه كانت حلوه جدا، بيحب ان هو يشارك بصراحه، يعني يشاركنا في كل حاجه، مثلا بروفات او كده يتابعنا، دي حلوه دي وحشه، بس هو كان بصراحه يعني تجربه حلوه جدا. حلوه قوي. طيب سحر، لو سالتك انت انت مشتركه دلوقتي في اوركسترا الشباب، ممكن تعرفينا اكتر اشتركتي ازاي؟ اوركسترا وزاره الشباب والرياضه هي المفروض ان انت مثلا بتعملي حفلات في الجامعه، فهم مثلا بيشوفوا دي جامعه القاهره، لان اصلا بيعملوا مسابقه كبيره كل سنه اسمها مسابقه ابداع، فبيختاروا منها بقى. طبعا كل الجامعات بتعرض على المسرح بتاع الوزاره ده، وبناء على اللي بيحصل او المراكز اللي مثلا الناس بياخدوها بيبداوا يختاروا اصوات تكون قويه ويدخلوها الاوركسترا. فهو ده اللي حصل، انا خدت مركز وبداوا ان هم يشوفوني فخدوني سولست في اوركسترا وزاره الشباب والرياضه. حلو قوي. طب يعني ان انت تغني قدام طبعا مع نجم كبير زي تامر حسني، قدام كمان جمهور تامر حسني معروف ان هو عدد كبير جدا، اكيد كانت حاجه تخض، بس في نفس الوقت ليها مميزات. انت كان احساسك ايه وانت على المسرح وبعد كده؟ طبعا اتخضيت اكيد، لان عدد الجمهور بتاع تامر بيبقى كبير جدا. في الاول كان في رهبه، بس هو بيقدر ان هو يخليكي ما تحسيش ابدا بالخوف ده. فكنت خايفه فعلا في الاول، بس بعد كده خلاص بقيت الاغاني كنت فكه جدا، كنت بنتحرك على المسرح، يعني كانت تجربه كويسه جدا، اكيد استفدت منها كتير قوي يعني. الحمد لله. طيب سحر، ما شاء الله يعني انت في اغلبيه البرامج المسابقات والمواهب يعني اثبتت وجودك، وكمان الحفلات. الحمد لله. اخبار بقى يعني الاغاني ايه بتاعتك، الالبومز مثلا، السنجلز، هتعملي فيها ايه او بتفكري فيها ازاي؟ هو لسه ما فيش اي تفكير جه في دماغي خالص في الاتجاه ده بصراحه، بس يعني لما اقرر اعمل ده هبقى عايزه اعمل بحاجه مختلفه، حاجه يعني تليق جدا مع صوتي. انا بحب جدا الاغاني القديمه وبحب قوي الشرقي، فبتمنى فعلا ان انا لما اعمل سنجل او البوم او كده ان هو يبقى فيه حاجات ممكن شرقي شويه. انا نفسي قوي ارجع للون ده تاني يعني. فان شاء الله يعني. ان شاء الله. ان شاء الله. طب سحر، انت برضو شاركتي في مسابقه الابداع العربي وطلعتي مركز تاني، ممكن تكلمينا اكتر عن مشاركتك في المسابقه؟ وانت غنيتي في تونس برضو. بالظبط. حبينا نعرف بقى يعني تجربتك في تونس كانت عامله ازاي. هي المسابقه كانت هنا عادي في مصر في وزاره الشباب والرياضه، وانا خدت فيها مركز تاني، كنت مغنيه اغنيه الصباح. وبعدين لما خلاص خدت المركز قالوا ان احنا هنسافر تونس عشان نعمل، هم في تونس بيحبوا ام كلثوم جدا وبيحبوا الاغاني الشرقي جدا، فاختاروني برضو ان انا ايه اسافر وان انا اادي الاغاني دي هناك. وبالفعل فعلا سافرنا وكانت عملنا هناك حفله حلوه جدا، وغنيت فيها برضو ام كلثوم، وكان يعني كانت فتره كويسه جدا يعني استفدت فيها. وفي نفس الوقت هم هناك الشعب حلو قوي، وكانوا مبسوطين جدا طبعا بان هم شايفين مواهب زينا مثلا موجودين قدامهم بيسمعوا اغاني اللي هم بيحبوها، فكانت تجربه حلوه قوي برضه. يبقى نسمع حاجه لام كلثوم. نسمع. يلا بينا. اوكي. كلموني تاني عنك، فكروني فكروني، صحوا نار الشوق، الشوق في قلبي وفي عيوني، رجعوا للماضي بنعيمه وغلاوته وبحلاوته وبعذابه وبقساوته، وافتكرت فرحت وياك قد ايه، وافتكرت كمان يا روحي بعدنا ليه، بعدنا ليه، بعدنا ليه، وبعد ما صدقت اني قدرت انسى و
وبعد ما قلبي قدر يسلك ويقسى جم بهمسة وغيروني كانوا ليه بيفكروني بيفكروني. والله سلطنة سلطنة. ايه الجمال ده؟ بس ما ينفعش نعملي غير شرقي. مش ما ينفعش بس لازم تعملي شرقي. لازم وحاجات هادية كده. لا يعني ما شاء الله في 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 مش عارفة في حاجة غريبة. في كل حاجة جميلة في الصوت ما شاء الله. الله أكبر ما شاء الله. طب انت بتحبي تغني لمين بقى وانت مع نفسك كده؟ بحب قوي أصالة. أصالة بحبها جدا جدا يعني. انت برضو عشان صوتك قوي ما شاء الله وهي بالظبط كده. بس انا يعني انا اصلا كسحر انا بحب قوي اغاني أصالة وبحب جدا الالحان بتاعتها وبحبها هي نفسها يعني. فعلى طول تلاقيني بسمعها بحفظ لها اغاني فمرتبطه بيها قوي يعني. طب صح. وفي القديم؟ القديم بحب طبعا ورده، بحب ام كلثوم، بحب نجاه، بحب ناس كتير قوي في القديم. طب سحر بتقدمي حفلات في اماكن مثلا لو الناس عايزه تروح تسمع صوتك؟ هل في اماكن بتروحيها بشكل دوري او شكل مستمر ولا بتبقى على حسب مشاركتك في الاوركسترا؟ هي اصلا اوركسترا وزاره الشباب والرياضه بتعمل حفلات في اماكن متعدده جدا يعني، بتعمل في اماكن كتير قوي، في مسارح كبيره جدا زي الجمهوريه. مسرح وزاره الشباب اصلا نفسه بيتعمل فيه حفلات دايما يعني. حلو. على طول باستمرار. فاكتر حفلات هي تبع الوزاره، معروف ان انا على طول بعمل حفلات في وزاره الشباب والرياضه. ده اكتر مكان انا بعمل فيه دايما يعني. طب انت مخططه لايه قدام؟ يعني انت عايز تعملي ايه؟ يعني انت ما شاء الله عملتي ارضيه كويسه دلوقتي. اي فنان بيفكر دايما ان هو ينزل يعني اغاني عشان خاطر يبقى ليه برضو مستمعين كتير وكمان يكسب جمهور اكتر. ممكن ما هو بالظبط كده. انا ممكن فعلا يعني اللي انا اكيد بفكر فيه مثلا الفتره الجايه ان انا يعني برضو محتاجه. انا كل حد بيكون مثلا عارف محتاج يعمل كذا في صوته، محتاج يعمل حاجه. فانا في حاجه معينه عايزه ان شاء الله يعني اوصل لها او اخلصها وبعدين ابدا في فكره ان انا اعمل فعلا اغاني بقى. لكن انت ما بتفكريش دلوقتي انت تعملي اغاني؟ حاسه ان انت محتاجه؟ حاسه لسه شويه عايزه لما اعمل الخطوه دي تكون يعني كامله جدا، وان انا فعلا زي ما انا في خيالي زي ما قلت ان انا عايزه اعمل حاجه تكون ترجع يعني زي زمان شويه، قديم شرقي حاجات زي دي. فعايزه اعملها بطريقه تكون صح قوي يعني. انت عارفه نقط قوتك ونقط ضعفك؟ اكيد طبعا. كل واحد بيبقى عارف ده بالظبط. اكيد كل واحد عارف طبعا. طيب سحر لو قلنا كده او بنحلم يعني انت نفسك تعملي ديو مع حد فنان الموجودين ممكن يبقى مين؟ هو ده كل الناس عارفه الكلام ده من وانا صغيره جدا، تامر حسني واصاله. وعملتي خلاص مع تامر انا طبعا غنيت معاه، دي حاجه مبسوطه منها جدا. وان انا غنيت معاه مرتين وهو سمعني. كنت مع رامي جمال برضو يعني. بالظبط كده. كان معانا، كان موجود معانا. بس هو يعني احنا ما غنيناش معاه، غنينا مع ايه مع تامر بس كان متواجد معانا. لكن انا لو عايزه اعمل ديو او انا مثلا كسحر كان نفسي اشوف تامر وغني معايا، وده حصل. واصاله فاضل. اصاله اصاله دي اكتر حد انا بتمنى فعلا ان شاء الله. والله مفيش حاجه بعيده. قولي لها دلوقتي بوجه لها رساله ان انا عايزه اشوفها واغني معاها. ده كله عارف ان الموضوع ده من زمان جدا، فان شاء الله يمكن يعني. طب يا سولا حقيلي لها الاغنيه. يا سولا. طب مين من الملحنين اللي نفسك تشتغلي معاهم يلحنوا لك اغاني لما يبقى عندك اغاني ان شاء الله؟ انا بصراحه بعشق الحان رامي جمال يعني. انا بجد بعشقه ونفسي جدا ان هو يعني اغني حاجه من الحانه يعني. دي هتكون حاجه انا حبها جدا. وجهي له برضو يا رامي. رامي عايزينك تلحن لسحر يا رامي. بالظبط كده. ان شاء الله صوتك يستاهل والله. طب هتسمعينا ايه الاصاله؟ اصاله ممكن شخصيه عنيده. يلا بحبها قوي. وتخيلي كده اصاله دلوقتي بتتفرج عليكي وممكن تعملوا ديو سوا. خلاص يلا يلا. مش صعب اخلي اللي انا بتمناه يبقى حقيقه، وانا لازم اكون واثقه في احساسي في كل دقيقه. وهيجي اليوم وهحقق حلمي باي طريقه. مش صعب اخلي اللي انا بتمناه يبقى حقيقه، وانا لازم اكون واثقه في احساسي في كل دقيقه. وهيجي اليوم وهحقق حلمي باي طريقه. عادي لازم اوصل تاني، مش هكون في مكاني، ناوي اكون قدام. لازم القى نفسي جريئه وانسى اني بريئه،
هسبق الايام. في حفلة قريب ليكي؟ لا. ليه؟ لسه معرفتش. لسه معرفتش. طب سايت الصاوي ليه ما بتعمليش حفلات هناك؟ كنت بقى يعني عملت من فترة كبيرة مثلا من 3 سنين او كده، بس يعني مش لازم تبقى فرقة، يعني لازم يكون معايا فرقة كاملة عشان انزل اعمل حفلات في الساقية. فدلوقتي طبعا مش متوفر حاجة زي دي، فعشان كده مش بعمل فيها حفلات كتير، يعني يبقى قليل قوي بصراحه. يعني ربنا يسعد الدنيا ان شاء الله. ربنا يوفقك يا رب، وان شاء الله كل امنياتك وكل احلامك تتحقق، ونفضل كده نسمع في صوتك تستاهلي ان انت تكوني موجوده على الساحه. ما شاء الله ما شاء الله، وان شاء الله يكون ليكي مستقبل كبير جدا. نورتينا. ميرسي قوي. نورتينا. شكرا يا روح. شكرا يا نوره. شكرا يا نوره. هو ده في بروتوكول لازم. كده تستغربيش. شكرا 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 شكرا. في حلقتنا من إن بوكس، يا رب تكونوا اتبسطتوا معانا. نشوفكم بكره ان شاء الله، ويوم جديد وفقرات جديده من إن بوكس، وباي باي. اهلا بيكم مشاهدينا، وفقره جديده من عيش صح. السمنة من أكتر المشاكل الصعبة اللي ممكن أي شخص يعاني منها، وتسبب له تعب نفسي وبدني كبير جدا. أي مريض بيبدأ يدور له أكيد على حلول كتير، زي ممارسة الرياضة والدايت، وأحيانا بتوصل لدايت قاسي جدا ممكن يسبب له أذى كبير في صحته، وفي الآخر مش بيوصل أكيد للنتيجة اللي هو مستنيها. وأضرار السمنة مش بس تقتصر على التعب النفسي ولا البدني، لا ده ممكن كمان تكون سبب في تأخر الحمل عند السيدات. وعلشان مركز دكتور كريم صبري سعيه الأول والأخير إنه يقضي تماما على السمنة والأضرار اللي بتسببها، النهاردة هناخدكم في جولة سريعة ونتعرف على أبرز الحالات الناجحة داخل مركز دكتور كريم صبري. أستاذ دكتور جراحات السمنة والمناظير بطب عين شمس، استشاري جراحات السمنة والمناظير ومستشفى وادي النيل، عضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر. يلا مع بعض نطلع نشوف الجولة دي مع بعض. سماح يسري، وزني 110، طولي 152 سنتي، بعاني من سمنة مفرطة، والحمل اتأخر بسببها، والدكتور قال لي لازم أخس. حاولت كتير مع الرجيم ما عرفتش، فشلت، وشفت دكتور كريم في التلفزيون بالصدفة، وشفت الأوزان الكتير اللي عملها والحالات الصحية، عشان أنا بعاني من روماتيزم على القلب ومشاكل في الكبد. ورحت له وطمني ورحب بحالتي وقف جنبي، وإن شاء الله هعمل عملية قريب تكميم معدة، واشوفكم قريب ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا دكتور كريم صبري. الحقيقه طبعا احنا النهارده في مجموعه من العمليات كتيره جدا، في تكميمات، في تحويلات. التحويل او التكميم او التحويل والتكميم او تحويل مسار الاثنى عشر هي من ضمن العمليات التي تهدف الى انقاص الوزن. الحقيقه طبعا استاذه سماح وزنها 108 كيلو. احنا مش لازم يكون وزننا فوق ال 160 كيلو فوق ال 200 كيلو عشان نبتدي نعمل عمليه، لا، احنا طبقا للاعراف الطبيه كلها ان معامل كتل الجسم لو قسمنا طولنا وزننا على طولنا مرتين، المفروض يطلع رقم اكتر من 35، ونكون ابتدينا نشتكي من السمنه، ساعتها نعمل العمليه. يعني ربما يكون الواحد وزنه 90 كيلو طوله 150 سنتي، ربما يكون واحد وزنه 100 كيلو، فما نستناش بقى لحد ما يبقى وزننا يوصل 200 كيلو. فاحنا النهارده هنوريكم اوزان كتيره جدا وعمليات كتيره، يعني فرايتيز كتيره جدا، لكن احنا ما ننتظرش لحد السمنه ما تتمكن مننا، لحد ما نكون اصبنا بالضغط، اصبنا بالسكر، اصبنا بمشاكل في الانجاب، اصبنا بمشاكل قد تكون اجتماعيه من الدرجه الاولى، لكن معظم الاوزان، ويمكن في حاجات كمان يكون اوزان اقل من كده بكتير ويكون عندهم مشاكل في شغلهم. يعني في ناس ممكن تترفد من شغلها او تطلق، يعني يمكن في ناس بتجيلنا كده فعلا عندهم مشاكل اجتماعيه قد تصل الى الطلاق، ومشاكل اجتماعيه قد تصل الى يعني بيت بي بي يعني بي اجتماعيا بيبقى فيه مشكله. عشان كده احنا العمليات انقاص الوزن هي عمليات فعاله بتجرى خلال فتحات صغيره، اقامه يوم او اقل من يوم، يعني اقل من يوم ان شاء الله بتكون يعني في بيتك، بتقعد يومين في البيت وتنزل شغلك عادي، لان هي طبعا عمليات بالمنظار.
التكميم المعدة من العمليات السهلة، هنشوفها دلوقتي في العمليات وبعد العمليات هنطمنكم عليها إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا دكتور كريم صبري. أنا بس هوريكم خلال فترة قصيرة جدا كيفية التحضير لعملية تكميم المعدة. عملية تكميم المعدة هي عملية سهلة، الهدف منها إنقاص الوزن، بتجرى بالمنظار خلال فتحات صغيرة. وهوريكم دلوقتي الآلات اللي احنا بنستخدمها يعني فصل المعدة عن الدهون، ويمكن كمان قص الجزء المعدة وعزلها عن الجزء اللي احنا بنبقيه. المستهلكات كلها امريكي طبعا، احنا بنستخدم دباسات، يمكن الحاجات اللي هي في السوق المصري كلها هي دباسات امريكي، يا اما كوفيديان او جونسون. الدباستين مختلفين عن بعض شويه في التكنولوجي، يمكن دباسه جونسون دي الغيارات بتاعتها فيها الوان مختلفه شويه بتستهلك، وده يمكن الدبوس اللي احنا بنستخدمه طوله يمكن 6 سنتي. 6 سنتي دول احنا بنركب الدبوس بالطريقه دي، وبعد الدباسه ما بتدخل تدبس بتدبس وتقص ونشيل ده كمان ونحط واحد تاني طوله برضو 6 سنتي الى ان تنتهي المعده خلال ممكن تختلف بقى من 5-6 غيارات او 7 غيارات في بعض الناس اللي هي معدتهم اكبر شويه. الدباسه دي كوفيديان، هم ما بيفرقوش عن بعض، يعني التكنولوجي بسيط خالص. دي برضو بنفس الطريقه، هو ده الدبوس بتاعها برضو 6 سنتي، بنستخدمه بالطريقه اللي زي دي، بنركب الدبوس عادي خالص، وبعد برضو ما بيدبس بنطلعه وبنركب واحد تاني. فالدباسه قد تستخدم لمجموعه من الدبابيس اللي هي بتخلص لنا طول المعده زي ما هنشوف بعد شويه. ده جهاز الليجا شور، ده ادفانسد بايبولر تكنولوجي، اللي هو يعني بيفصل الدهون عن المعده بطريقه امنه، ما يكونش فيها اي نوع من النزيف وما يكونش فيها اي نوع من المشاكل. طبعا يعني قسمنا لابد فيها من استخدام كل المستهلكات الطبية الحديثة اللي هي يمكن احسن حاجة ويمكن اكتر حاجة ابديتد في العالم. كل العالم كله بيستخدم نفس التكنولوجيا اللي احنا بنستخدمه، عشان كده ربنا بيوفقنا الحمد لله لأعلى النتائج. دي طبعا المعدة اللي احنا بنفصلها عن مجموعة الدهون دي. دي طبعا الدهون دي بتبقى متفاوتة من عيان لعيان حسب الأوزان، ودي طبعا احنا لازم نفصل المعدة عن الدهون عشان بعد كده نفصل المعدة إلى جزئين، المعدة الجديدة والمعدة المتبقية، أو دي قبة المعدة وده جسم المعدة ونهاية المعدة اللي هو الأنترم. كل ده لازم يتشال بنسبة قد تصل إلى 80%. دي الطريقة اللي احنا بنفصل بيها الدهون باستخدام جهاز الليجا شور، وده جهاز زي ما قلنا نوع متطور من أجهزة الكي، Advanced Bipolar Technology، اللي هو بيفصل الدهون عن المعدة زي ما احنا شايفين بجودة ممتازة، مفيش أي نزيف، مفيش أي مشاكل. الأمور يعني يمكن بسيطة باستخدام كل التقنيات الحديثة. الخطوة الثانية من العملية إن احنا بندخل جهاز البوجي اللي هو بياخد حجم المعدة اللي احنا هنسيبه، نحط شاشة ونسيبها لنهاية العملية. بعد كده بندخل بقى جهاز البوجي اللي هيتم الفصل المعدة على المقاس بتاعه، زي ما احنا شايفين ان هو واخد حجم المعدة عشان نبقى مطمنين. دلوقتي تم عزل الجزء، هي دبست وعزلت في نفس الوقت، ودي التكنولوجي المستخدم في طريقة اللي هي تكميم المعدة. احنا زي ما شفنا العملية سهلة جدا، في خلال 10 دقايق بيتم عملية التكميم. احنا فصلنا الدهون زي ما وريناكم عن المعدة، بقية المعدة فصلناها عن المعدة التانية اللي احنا هتتبقى، وفصلناها باستخدام الدباسات اللي احنا وريناها لكم، دباسات الامريكي، بتقص وتلحم في نفس الوقت، يعني تقص وتدبس 3 صفوف على اليمين و3 صفوف على الشمال بالطريقة اللي احنا شفناها دي. دي المعدة اللي هتتشال في المنظر ده، هنشيلها بنطلعها. بتسألونا طبعا احنا بنطلعها ازاي، بنطلعها من البورتات اللي هي خلال الفتحة ال 2 سم، بيتم يعني تصغير المعدة دي، عصرها شوية وبنشفط السوائل اللي فيها، وبنحاول نطلعها من نفس البورت الصغير عشان ما نعملش فتحات جراحية. ما تبقى من المعدة اللي احنا شايفينه دلوقتي بنعمل له اختبار تسريب، عشان احنا بنخاف من التسريب في كل عمليات الجراحة. فاحنا دلوقتي بنحاول نحط الدبابيس تحت ضغط جامد، يعني بنحاول نعمل المعدة نخليها عبارة عن بالونة، ونشوف احتمالية الدباسات والدبابيس دلوقتي واحنا داخل العملية عشان نتفادى يعني التسريب.
زي ما احنا شفنا كده المعده دلوقتي عامله زي عباره عن بالونه، يعني لو في اي مشكله في الدايبيز بتبان دلوقتي لان احنا حطينا تحت بريشر عالي جدا. المعده زي احنا شايفين احنا خدنا جزء كبير جدا من جسم اللي هو نهايه المعده الانترم. المعده ستريت زي ما احنا شايفين كده بالمنظر ده، ستريت مفيش دبوس طالع ودبوس نازل، امورنا كويسه خالص الحمد لله، مفيش اي تسريب مفيش اي نزيف. بنطلب من دكتور التخدير كمان ان هو يعلي البريشر يعلي الضغط شويه عشان لو في نزيف لا قدر الله يبان داخل العمليه ونقوم يعني نوقفه اثناء العمليه، ما نسيبش العيان لظروف ما بعد العمليه. بسم الله الرحمن الرحيم، انا اسمي سماح يسري، عندي 25 سنة وطولي 152 سنتي، لسه عاملة العملية حالا تكميم معدة مع دكتور كريم صبري، وانا كويسة جدا وتمشيت ودخلت الحمام وكله تمام، واي حد حابب يعمل العملية ما يخافش ما فيهاش خطورة وكله تمام. وانا بشكر دكتور كريم صبري ان هو وقف جنبي وساعدني ان انا اعمل العملية، ومهما اقول مش هقدر اوصف شكري لدكتور كريم صبري. وزي ما كنا مع بعض النهارده شفنا سماح كانت يعني عملت تكميم معده، هي عمليه سهله بتجرى بالمنظار خلال فتحات صغيره، هي بقى لها فتره قصيره جدا ما بعد العمليه. انت بقالك قد ايه تقريبا؟ بقى لها ساعتين، المفروض بتتمشى دلوقتي، بعد 6 ساعات بتبتدي تشرب، تاني يوم يعني قبل مرور 24 ساعة بتبتدي تروح البيت. احنا بنمشيهم على سوائل وزبادي وجيل وعصائر طبيعية بسكر دايت وعصائر بيور لمدة أسبوع 10 أيام، بعد كده ال 20 يوم بقية الشهر الأول بنمشي على أكل يعني يفضل إن هو يكون ممضوغ كويس جدا، بنديلهم تعليمات واضحة جدا. ممكن ننزل شغلنا في خلال 3 ايام، يعني بكره تروح بالسلامه البيت يومين اثنين وتنزل شغلها عادي جدا، لو في اي شغل ممكن تسوق ممكن تتحرك ممكن يعني تمارس حياتها الطبيعيه عادي جدا في خلال 3 ايام. عايز اوصل رساله اقول ان عمليات السمنه سواء تكميم المعده زي ما شفت معانا النهارده او تحويل المسار او يمكن عمليات اصلاح فشل جراحات السمنه السابقه، كلها جراحات تجرى بالمنظار، هي جراحات امنه. الريهابيليتيشن زي انتم تشوفين جميل جدا، يعني الامور عاديه جدا، مفيش فتح جراحي خالص، احنا كل العمليات بتجرى بالمنظار، حتى اصعب الحالات في الاوزان الكبيره زي ما هتشوفوا بعد شويه، كل الحاجات دي بتتعمل بالمنظار خلال فترات صغيره جدا قد لا تتعدى الساعه من بدايه البنج لنهايته. الافاقه بعد ساعتين زي ما انتم شايفين الامور سهله جدا، وبنتمنى لكل الناس التوفيق ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، انا اسمي سماح يسري، عندي 25 سنة، وزني قبل العملية كان 110، في خلال 3 شهور بعد عمل العملية خسيت 25 كيلو، فرقوا معايا كتير في كل حاجة، في شكلي وفي لبسي وفي طريقتي وفي كل حاجة، بقيت اقدر اتحرك، بقيت اقدر امشي، ومبسوطة جدا بالنتائج دي، ومبسوطة جدا باللي انا وصلت له. وكان عندي روماتيزم على القلب ما بقتش اشتكي منه، وروماتيزم على رجلي ما بقتش اخد البنسلين ولا اي حاجه، وبشكر دكتور كريم ان هو وقف جنبي وغير لي حياتي للاحسن. انا اسمي اميره يسري، عندي 23 سنه، طولي 153 سنتي، بعاني من مشكله السمنه بقالي حوالي 5 سنين، وبخاف جدا من اوضه العمليات، فلحد ما شفت دكتور كريم في التلفزيون ولقيته عمل حالات مشاكلها صعبه جدا واوزانها كبيره جدا، فحبيت اعملها، فوالدتي سبقتني وعملتها، وهي اصلا صحتها كانت اسوا مني بكتير وعندها مشاكل كتيره جدا، فدوت خلاني اخد قرار ان انا اعملها، وما خفتش ورحت اتفقت مع الدكتور، وان شاء الله هعمل عملية تكميم قريب جدا، وانا مش خايفة ومبسوطة ان انا هعملها، ودكتور كريم مطمني جدا، وبصراحة هو دكتور فوق الممتاز، وانا مرتاحة جدا يعني ومش خايفة خالص. بسم الله
الله الرحمن الرحيم، انا دكتور كريم صبري. النهارده هنوريكم مجموعه عمليات كتيره، منها تكميم معده، منها تحويل مسار، منها بالونز، منها اصلاح عمليات السمنه السابقه. الحقيقه طبعا في اوزان اللي هي اميره 95 كيلو على طول 153 سنتي، الحسبه معامل كتل الجسم اكتر من 35، وابتدينا نشتكي من مشاكل من السمنه. احنا مش لازم يكون وزننا فوق ال 200 عشان نبتدي نعمل عمليات السمنه، لكن لازم ان احنا نعالج السمنه as early as possible، بحيث ان احنا نعالج كل المشاكل اللي قد تكون في مشاكل في الانجاب، مشاكل في يعني يمكن صعوبه في النفس اثناء النوم، مشاكل في قد تكون اجتماعيه من الدرجه الاولى، يعني عايز البس كويس، عايز اتحرك كويس، عايز امارس رياضه، عايز يعني امارس حياتي الطبيعيه زي الانسان الطبيعي. ف يعني عمليات انقاص الوزن قد تعالج مشاكل اجتماعيه وقد تعالج مشاكل صحيه، منها السكر والضغط وارتفاع الكوليسترول ودهون الكبد، وفي مشاكل في المفاصل وصعوبه في الحركه. كل دي حاجات بتجرى خلال فتحات صغيره، يعني عمليه تكميم المعده هي عمليه بتجرى خلال فتحات صغيره، قامت يوم واحد في المستشفى. العمليه نفسها ما تاخدش اكتر من ربع ساعه نص ساعه، وبعد العمليه ان شاء الله نطمنكم عليها بالسلامه، وهنوريكم مجموعه عمليات كثيره النهارده ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، انا دكتور كريم صبري. انا بس هوريكم خلال فتره قصيره جدا كيفيه التحضير لعمليه تكميم المعده. عمليه تكميم المعده هي عمليه سهله، الهدف منها انقاص الوزن، بتجرى بالمنظار خلال فتحات صغيره. وهوريكم دلوقتي الالات اللي احنا بنستخدمها ل يعني فصل المعده عن الدهون، ويمكن كمان قص الجزء المعده وعزلها عن الجزء اللي احنا بنبقيه. المستهلكات كلها امريكي طبعا، احنا بنستخدم دباسات، يمكن الحاجات اللي هي في السوق المصري كلها هي دباسات امريكي، يا اما كوفيديان او جونسون. الدباستين مختلفين عن بعض شويه في التكنولوجي، يمكن دباسه جونسون دي الغيرات بتاعتها فيها الوان مختلفه شويه بتستهلك، وده يمكن الدبوس اللي احنا بنستخدمه طوله يمكن 6 سنتي. 6 سنتي دول احنا بنركب الدبوس بالطريقه دي، وبعد الدباسه ما بتدخل تدبس بتدبس وتقص ونشيل ده كمان ونحط واحد تاني طوله برده 6 سنتي الى ان تنتهي المعده. خلال يعني ممكن تختلف بقى من 5-6 غيرات او 7 غيرات في بعض الناس اللي هي معدتهم اكبر شويه. الدباسه دي كوفيديان، هم ما بيفرقوش عن بعض، يعني التكنولوجي بسيط خالص. دي برده بنفس الطريقه، هو ده الدبوس بتاعها برده 6 سنتي، بنستخدمه بالطريقه اللي زي دي، بنركب الدبوس عادي خالص، وبعد برضو ما بيدبس بنطلعه وبنركب واحد تاني. فالدباسة قد تستخدم لمجموعة من الدبابيس اللي هي بتخلص لنا طول المعدة زي ما هنشوف بعد شوية. ده جهاز الليجا شور، ده Advanced Bipolar Technology، اللي هو يعني بيفصل الدهون عن المعدة بطريقة آمنة، ما يكونش فيها أي نوع من النزيف وما يكونش فيها أي نوع من المشاكل. طبعا يعني السمنة لابد فيها من استخدام كل المستهلكات الطبية الحديثة، اللي هي يمكن أحسن حاجة ويمكن أكتر حاجة أبديتد في العالم. كل العالم كله بيستخدم نفس التكنولوجيا اللي احنا بنستخدمه، عشان كده ربنا بيوفقنا الحمد لله لأعلى النتائج. دي طبعا المعدة اللي احنا بنفصلها عن مجموعة الدهون دي. دي طبعا الدهون دي بتبقى متفاوتة من عيان لعيان حسب الأوزان، ودي طبعا احنا لازم نفصل المعدة عن الدهون عشان بعد كده نفصل المعدة الى جزئين، المعدة الجديدة والمعدة المتبقية، او دي قبة المعدة وده جسم المعدة ونهاية المعدة اللي هو الانترم. كل ده لازم يتشال بنسبة قد تصل الى 80%. دي الطريقة اللي احنا بنفصل بيها الدهون باستخدام جهاز الليجا شور، وده جهاز زي ما قلنا نوع متطور من اجهزة الكي، Advanced Bipolar Technology، اللي هو بيفصل الدهون عن المعدة زي ما احنا شايفين بجودة ممتازة، مفيش اي نزيف، مفيش اي مشاكل، الامور يعني يمكن بسيطة باستخدام كل التقنيات الحديثة. الخطوة الثانية من العملية ان احنا بندخل جهاز البوجي اللي هو بياخد حجم المعدة اللي احنا هنسيبه، نحط شاشة ونسيبها لنهاية العملية. بعد كده بندخل بقى جهاز البوجي اللي هيتم الفصل المعدة على المقاس بتاعه، زي ما احنا شايفين ان هو واخد حجم المعدة عشان نبقى مطمنين. دلوقتي تم عزل الجزء، هي دبست وعزلت في نفس الوقت،
ودي التكنولوجي المستخدم في طريقة اللي هي تكميم المعدة. احنا زي ما شفنا العملية سهلة جدا، في خلال 10 دقايق بيتم عملية التكميم. احنا فصلنا الدهون زي ما وريناكو عن المعدة، بقية المعدة فصلناها عن المعدة التانية اللي احنا هتتبقى، وفصلناها باستخدام الدباسات اللي احنا وريناها لكم، دباسات الامريكي، بتقص وتلحم في نفس الوقت، يعني تقص وتدبس ثلاث صفوف على اليمين وثلاث صفوف على الشمال بالطريقة اللي احنا شفناها دي. دي المعدة اللي هتتشال في المنظر ده، هنشيلها بنطلعها. بتسألونا طبعا احنا بنطلعها ازاي، بنطلعها من البورتات اللي هي خلال فتحة ال 2 سم، بيتم يعني تصغير المعدة دي، عصرها شوية وبنشفط السوائل اللي فيها، وبنحاول نطلعها من نفس البورت الصغير عشان ما نعملش فتحات جراحية. ما تبقى من المعدة اللي احنا شايفينه دلوقتي بنعمل له اختبار تسريب، عشان احنا بنخاف من التسريب في كل عمليات الجراحة. فاحنا دلوقتي بنحاول نحط الدبابيس تحت ضغط جامد، يعني بنحاول نعمل المعدة نخليها عبارة عن بالونة، ونشوف احتمالية الدباسات والدبابيس دلوقتي واحنا داخل العملية عشان نتفادى يعني التسريب. زي ما احنا شفنا كده المعدة دلوقتي عاملة زي عبارة عن بالونة، يعني لو في اي مشكلة في الدبابيس بتبان دلوقتي، لان احنا حطينا تحت بريشر عالي جدا. المعدة زي احنا شايفين احنا خدنا جزء كبير جدا من جسم اللي هو نهاية المعدة الانترم. المعدة استريت زي ما احنا شايفين كده بالمنظر ده، استريت، مفيش دبوس طالع ودبوس نازل، امورنا كويسة خالص الحمد لله، مفيش اي تسريب، مفيش اي نزيف. بنطلب من دكتور التخدير كمان ان هو يعلي البريشر، يعلي الضغط شوية، عشان لو في نزيف لا قدر الله يبان داخل العملية، ونقوم يعني نوقفه اثناء العملية، ما نسيبش العيان لظروف ما بعد العملية. زي ما احنا شايفين أميرة خرجت من العمليات الحمد لله بسلامة، بقى لها ربع ساعة دلوقتي من العمليات. العملية كلها خدت يعني حوالي ربع ساعة نص ساعة بالإفاقة يعني، وهي الحمد لله يعني بقى لها فترة قصيرة. احنا بعد ساعتين بنتمشى في الطرقة يعني في المستشفى، 6 ساعات بنبتدي نشرب، تاني يوم أقل من 24 ساعة بنبتدي نخرج ونروح بالسلامة البيت. الحمد لله العملية يعني زي ما قلنا بتعمل بالمنظار خلال فتحات صغيرة، إقامة يوم واحد في المستشفى. دي تكميم المعدة، ويمكن العمليات اللي احنا شفناها النهاردة كلها ما بين تكميم وبين تحويل، كل العمليات كلها في وقت قصير. واحنا عايزين نوصل لكم رسالة ان عمليات السمنة هي عمليات آمنة تماما، بتجرى بالمنظار، ما فيش فتحات خالص في البطن بالفتح الجراحي يعني، ويعني النتائج بتاعتها هايلة جدا. يعني بعد شوية برضو هنوريكم حاجات تانية في التصوير ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، انا اسمي اميره يسري، 23 سنه، 155 سنتي. انا كنت 95 وخسيت 15 كيلو، بقيت 80 كيلو في خلال شهرين بس من غير نظام غذائي ولا اي حاجه، وانا مبسوطه جدا ان مفيش اي ضغوطات من يمه الاكل، وباكل كل اللي انا عايزاه بكميات قليله جدا، والحمد لله بقيت البس احسن وعاجبني شكل جسمي اكتر، وخسيت 15 كيلو في شهرين بس، والحمد لله في نزول. واي حاجه بسال دكتور كريم بيجاوبني، هو متابع معايا كل حاجه، وفي كل وقت بلاقيه يعني موجود، ما بيتاخرش عني. وانا بشكر دكتور كريم جدا، وبنصح اي حد عايز يعمل عمليه ما يقلقش خالص ويجي عند دكتور كريم، هو دكتور كويس جدا وفوق الممتاز. متشكره جدا لدكتور كريم. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنه والمناظير. أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار، أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السمنة، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم، كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. مشاهدينا وفقرة جديدة من عيش صح.
النهاردة هنتكلم عن علاقة مرض السكر بضعف الانتصاب، لكن اسمحوا لنا في البداية نرحب بضيف فقرة النهاردة، هو دكتور أحمد العياشي استشاري جراحة الذكورة وعقم الرجال بمركز مصر للذكورة. مساء الخير يا دكتور. أهلا بحضرتك. أهلا دكتور. فقرة جديدة، وطبعا احنا في 2020، كل سنة حضرتك بألف صحة وسلامة، سنة جديدة إن شاء الله، مزيد من النجاحات في مركز مصر للذكورة بإذن الله. وطبعا أكيد حضرتك من أحد يعني من إحدى الأطباء المشهورين المعروفين جدا بنجاحهم والدقة بتاعتهم، وأنا مرحب بك جدا معنا النهارده في الصحة. دكتور أحمد، النهارده عايزين نتكلم على مرض السكر وعلاقته بضعف الانتصاب. ناس كتير قوي بيبقى عندها دايما تساؤلات، وبالذات وخاصة يعني عند الرجال، هو أنا لو أنا مصاب بمرض السكر هل ده هيؤثر على الانتصاب عندي، وهل بالفعل لازم يكون عندي ضعف جنسي أو أبقى بعاني من الضعف الجنسي؟ تمام. هو بصي، هو هنا أنا بحب أتكلم بالأرقام، والأرقام طبعا أكيد زي ما بيقولوا ما بتكذبش. يعني احنا بنتكلم على ان حوالي 75% من مرضى السكر بيتعرضوا لضعف انتصاب بدرجات متفاوته، و25% من الناس اللي بتشتكي من ضعف انتصاب بنكتشف في العيادات عندنا في عيادات الذكوره ان هم عندهم مرض السكر. اذا في علاقه وثيقه ما بين مرض السكر وما بين ضعف الانتصاب. اكيد مش كل الناس اللي عندها سكر هتتعرض لضعف انتصاب، واكيد مش كل الناس اللي عندها سكر وبيجي لها ضعف انتصاب بتتعرض بنفس درجه ضعف الانتصاب. الموضوع بيكون متفاوت بين الناس. ده بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على كذا عامل، يعني الموضوع بتدخل فيه كذا حاجه. اول حاجه هو عنده سكر بقاله قد ايه، يعني مهم جدا الفتره الزمنيه اللي هو عنده، يعني تفرق سنه عن 10 عن 15 عن 20. أوكي. تاني حاجه، هل هو يعني بيتعامل مع مرض السكر بشكل سليم؟ هل هو مظبط سكره معظم الوقت ولا هو مهمل في السكر بتاعه؟ برضو دي من الحاجات اللي بتأثر في الموضوع. الحاجة الثالثة والأهم، ويمكن دي بعض الناس ما تلتفتش ليها قوي، هو ان لازم الشخص ده يكون عنده استعداد وراسي لان يحصل له مضاعفات من السكر. لان في مرضى بتجيني وبقول له ان سبب الضعف عندك هو السكر، يقول لي طب ما في واحد صاحبي عنده سكر وما بيشتكيش. هنا بنأكد على ان مش كل الناس يا جماعة، احنا بنتكلم على حوالي 75%، بنتكلم على ان مش كلهم بيتأثروا بنفس الدرجة. الموضوع بيتدخل فيه عوامل زي ما قلت، العامل الوقت، بقالك قد ايه عندك سكر. تاني حاجة، هل انت مهمل في السكر ولا لا؟ يعني بتاخد ادويتك، مظبط اكلك، بتلعب رياضة. الحاجة التالتة الاستعداد الوراثي، انتوا كعيلة يعني هل انتوا بتتعرضوا لمضاعفات نتيجة للسكر ولا لا؟ بناء عليه بيبتدي يحصل ضعف في الانتصاب. انما هو السكر ازاي بيأثر؟ يعني ليه السكر بيأثر على الانتصاب وازاي بيأثر عليه؟ هي دي النقطة احنا عايزين نتكلم فيها. السكر بيأثر بأكتر من طريقة. طب قبل ما ننتقل للنقطة دي، في عندي سؤال، الأنواع أو درجات السكر برضو بتختلف في نسبة التأثير؟ احنا ما عندناش درجات، احنا عندنا نوعين بس من السكر، اللي هو تايب 1 وتايب 2. التايب 1 ده اللي هو شخص بياخد انسولين من الاول. أيوة. وغالبيتهم بيكونوا شباب صغيرين يعني. وتايب 2 ده اللي هو حد كبير بيكتشف في سن متقدم شويه. اوكي. يعني سواء الاثنين عرضه للموضوع. ممكن طبعا تايب 1 بيكون عرضه اكتر احيانا، يعني لان هو بحكم ان السكر بيكون بقاله فتره طويله جدا، احيانا بيكون ملازمه من فتره الطفوله. ده احيانا كمان بعض الشباب اللي هم مقبلين على الزواج، بعض الاهالي اللي هم يعني اهل البنت اللي هو متقدم لها لما بيعرفوا ان عنده سكر بيبقوا عايزين يتاكدوا. عايزين يتاكدوا ان هو هيبقى عنده مشكله ولا لا. انا بطمنهم ان هو مش بالضروره، صحيح في قطاع كبير بيتاثر، بس حتى التاثير نفسه بيكون بدرجات متفاوته. في درجات منها بتكون ما فيش منها مشكله، بتستجيب على الادويه العلاجيه وبيبقى الموضوع بسيط وما عندوش اي مشكله ويقدر يتجوز. المهم ان احنا نتعامل مع المشكله في بدايتها وما نهملهاش، هي دي القضية الأساسية يعني. أوكي. فأنا النهاردة لو أنت شاب ما أنتش متجوز وعندك السكر وبدأ بدأت تشك إن أنت عندك مشكلة في الانتصاب، صحيح أنت ما عندكش علاقة كاملة، ما لكش علاقة جنسية كاملة مع حد، بس بتقيم نفسك بطريقتك يعني، لو بدأ يجي لك شك إن أنت عندك ضعف في الانتصاب ما تترددش إن أنت تروح لدكتور متخصص. ليه بقى؟ لأن أنا بشوف القطاع ده من الشباب يعني بيبتدي يدخل نفسه في دايرة مفرغة، يعني هو بيشك في نفسه فيبتدي يختبر نفسه، فيبتدي يفشل في الاختبار، فيبتدي يدخل في دايره مفرغه ان الموضوع يبقى عضوي يدخل في نفسي ونفسي ياثر على العضوي، فما يقدرش يطلع من الدايره دي. فلا، انت شكيت في نفسك على طول لازم تروح لدكتور متخصص. وانا بنصح زمايلي برضو الدكاتره ان هم ما ياخدوش الموضوع ببساطه، لان بعضهم بيقعد مع الناس يقول لهم يا جماعه انتوا ما تقلقوش انتوا كويسين، ولما هتتجوزوا هتبقوا كويسين. خالص، الشخص ده بيبقى محتاج حد ينجده من الشك والوسواس اللي هو فيه، محتاج تعمله فحوصات، لازم يعمل اشعه، لازم يعمل تحاليل. انا دايما العيان بيجي لي فانا لازم ما بتكلمش معاه كتير،
ادام هو شاب ومش متجوز وبدا يتسرب له هذا الشك في ان هو عنده مشكله على طول لازم اطلب منه اشعات، لا لازم اشعات ولازم فحوصات. اول ما الحاجه دي تبقى في ايدي وبتثبت ان الشخص ده سليم، انا كده بقول له يعني افرح يا عم انت معاك شهاده ضمان، يعني انت كويس جدا، بيبتدي هو يهدى تماما لانه معاه ما يثبت ان هو كويس. فنرجع تاني لموضوع السكر، فالنهارده السكر بيأثر سواء هو من تايب 1 من النوع الاول اللي بياخد انسولين او من النوع الثاني. بيأثر بدرجات متفاوته، المهم المشكله ان السكر بيأثر باكثر من اليه، يعني هو بيأثر على الانتصاب بكذا طريقه. يعني هو ممكن مثلا يأثر على الاوعيه الدمويه ودي الميكانيزم الاساسي او الطريقه الاساسيه. زي ما احنا عارفين العضو الذكري ما هو الا وعاء دموي كبير، يعني هو عضو بيتضخ فيه الدم فبيحصل بميكانيزم معين موضوع الانتصاب. الانسجه اللي هي بتاعت العضو الذكري بتتاثر بمرض السكر، وده بيبان اكتر في الاشعات اللي احنا بنعملها للمريض. بنعمل حاجه اسمها البنايل دوبلكس اللي هو اشعه الدوبلكس على انسجه العضو الذكري، ده اللي بيبين بالظبط ايه المشكله فين. هل المشكله النهارده في ضخ الدم للعضو الذكري، ولا هل المشكله النهارده ان هو بدا يحصل ضعف في الفين اوكلوسيف ميكانيزم وما عادش العضو بيحتفظ بالدم لفتره كافيه اللي احنا بنسميه التسريب الوريدي. فهنا اول اليه انه بيأثر على الاوعيه الدمويه بتاعه العضو الذكري ودي مهمه جدا. تاني حاجه الاعصاب، بيبتدي السكر يأثر على الاعصاب الطرفيه من ضمنها الاعصاب المغذيه للعضو الذكري، وهنا بقى المريض بيجي بشكوى ملازمه لضعف الانتصاب. يعني هو بس مش بيشتكي بضعف انتصاب، لا بيشتكي بضعف انتصاب وبيشتكي احيانا ان كميه السائل المنوي اللي بيقذفها بتبتدي تقل، واحيانا بتوصل لان هو بيحس انه هو قذف بس مفيش حاجه بتخرج منه، حاجه احنا بنسميها القذف الجاف. ده بيكون تاثير مباشر للسكر على الاعصاب. هنا بيبتدي هو يحس بالقذف بس مفيش حاجه، مفيش سائل منه بيخرج، ودي مهمه جدا جدا لو بتحصل في حد سنه صغير. ليه؟ لان هنا بيترتب عليها مشكله ثانيه ان بيكون في تاخر للحمل، مفيش انجاب لان السائل منه ما بيخرجش. خلاص؟ فهنا نتيجه تاثير السكر على الاعصاب. الحاجة الثالثة أحيانا بيكون السكر ملازم ليه خلل في الهرمونات. اوكي. وهنا بقى نقطة مهمة جدا، ودي نوعية أو شريحة من المرضى اللي أنا بشوفهم، هو بيبقى عارف إنه مريض سكر وعارف إنه السكر عمله ضعف في الانتصاب، وبيبتدي هو منه لنفسه يا إما بيسأل أصحابه أو بيروح لواحد صيدلي قريب منه فيبتدي يديله منشطات. يكتشف إن ما شاء الله النتيجة هايلة جدا، ومع مرور الوقت يجي له وقت يجي ياخد المنشط ما يجيبش نتيجه. هنا بنتكلم على مريض سكر اتنقل من مرحله انه بيستجيب على المنشطات لمريض سكر لا يستجيب على المنشطات. اشهر الاسباب هنا ان يكون بدا يحصل خلل في الهرمونات. خلل الهرمونات دي يا دكتور يعني بتؤدي لايه او بتؤدي لان هو كان الاول بيستجيب على المنشط، بدا النهارده ما يستجيبش على المنشط. تمام؟ فدي يعني احد الاليات. ما بتأثرش فيه. خلاص بياخد منشطات ما بيجيبش نتيجه. بالعكس ده في ناس بتاخد قرص واثنين وثلاثه وما يجيبش برضه نتيجه. في شخص بيجيب اكتر من نوع وياخدهم مع بعض وبرضه ما يجيبش نتيجه. في الحاله دي احنا اهم حاجه نطمن على الهرمونات، فالهرمونات هي احد الادوات او احد الاليات اللي السكر ممكن ياثر عليها، وبالتبعيه ده بيكون له تاثير مباشر على ضعف الانتصاب. والانجاب كمان الهرمونز لما بتبقى فيها مشاكل برضه هي عامل مشترك بين الاثنين. بس انا وبتكلم كمان لو ما فيش انتصاب هيبقى مش هيبقى فيه علاقه، لو ما فيش علاقه بالتبعيه ده بيقلل من فرص حدوث حمل طبيعي. لان انا احيانا بيجي لي مثلا ناس والاقي الزوجه داخله وبتحاول ان هي تبقى متحفظه وتديني ورقه كده مطبقاها، افتح الورقه ابتدي اقرا الاقي ان المشكله مش قصه تاخر انجاب بس، لا ده كمان في مشكله في العلاقه، ان في مشكله في الانتصاب بتؤدي لان اصلا عدد مرات العلاقه الزوجيه على مدى الشهر قليله، وبالتبعيه ده بيقلل من فرص حدوث الحمل بشكل طبيعي. فالنهارده السكر بيأثر باكتر من طريقه زي ما قلت، نمره واحد بيأثر على الاوعيه الدمويه بتاعت العضو الذكري وده مهم قوي، فالعيان ساعات بيحس ان هو مش قادر يبتدي العلاقه اساسا، يعني الانتصاب نفسه ضعيف من البدايه مش قادر يبتدي علاقه. واحيانا العيان بيشتكي شكوى ثانيه ودي بتبقى صعبة جدا عليه اكتر وهتجننه زي ما بيقول. العيان بيقول يا جماعة انا ببقى كويس جدا وببتدي العلاقة كويس جدا، واثناء ما انا في العلاقة يحصل ارتخاء. اوكي. دي بقى هو هيتجنن لان هو بدأ الموضوع كويس. ايه اللي حصل؟ يعني زي ما بيقولوا كده حد شد الفيشة بتاعت الكهرباء. خلاص فالجهاز عطل مرة واحدة. هنا دي برضو السكر بيعمل الحركة دي، ان هو بيبتدي يحصل حاجة زي ما قلت حاجة التسريب الوريدي ده، فيبتدي العيان اثناء ما هو في العلاقة نفسها يبتدي يحصل ارتخاء. وادام حصل ارتخاء خلاص ما بيقومش تاني، يعني ما بيحصلش انتصاب مره تانيه. فده ده برضو نوع من انواع ضعف الانتصاب، وده بيؤدي الى فشل اتمام العلاقه الزوجيه. فالسكر بيأثر على الاوعيه الدمويه وده مهم جدا، السكر بيأثر على الاعصاب
وده مهم جدا برضه بتاعت العضو الذكري، وبيأثر على الهرمونات. كل الحاجات دي احيانا بتكون كل واحده لوحدها موجوده، واحيانا بيكونوا مجتمعين، ده بيؤدي الى درجات متفاوته من ضعف الانتصاب. اوكي طيب العلاج بقى يا دكتور، لو هنتكلم ان احنا دلوقتي هنبدا في مرحله طبعا، واحنا بعد اللي قلنا ده كل عام ممكن العلاج. يفكر ان الموضوع كده هيدخل بينا بالظبط كده، يعني الموضوع كبير قوي وفي كذا حاجه وفي كذا سبب لموضوع يعني احنا بنحاول بس نتشعب ونفهم الناس عشان يبقى عندها بس وعي، احنا مش بنحاول نخوفهم. بس انا عايز اقول له ان المرض اللي عندك ما هوش بسيط، انا عشان يعني ايه هو مفكر ان الموضوع كله اكل وشرب خالص، احنا بنقوله لازم نحترم السكر، لان السكر باكتر من آلية او باكتر من طريقة ممكن يأثر على الانتصاب بتاعك. ولو ده حصل ده بيأثر على حياتك الزوجية، واحيانا لو سنك صغير ده بيأثر برضو على فرصك في الانجاب. وبالتبعية احنا مش عايزين نخوف على قد ما احنا عايزين نحط الموضوع في اطاره المهم يعني. انما هل مفيش علاج؟ لا طبعا بالتاكيد في علاج، بالعكس مريض السكر زي ما احنا بنتكلم ان هو بيأثر باكتر من طريقة، مريض السكر ليه اكتر من طريقة في العلاج. عندنا ثلاث طرق ممكن مريض السكر نعالجه بيها من ضعف الانتصاب. اي من كان بقى التاثير بتاع السكر، اي من كان الطريقه اللي السكر اثر بيها، فاحنا نقدر نعالج هذا الضعف اللي حصل. عندنا اكتر من طريقه، في الطرق العلاجيه العاديه اللي جزء منها بيكون المنشطات، وانا باكد يا جماعه ان المنشطات ادويه بدليل ان هو بيروح يشتريها من الصيدليه، فيعني مش بيجيبها مثلا من سوق الخضار ولا بيجيبها من اي حته ثانيه، هو بيجيبها من الصيدليه، اذا هي ادويه. بس احنا للاسف ما عندناش ثقافه ان احنا لازم الادويه دايما تكون بروشتات. لا احنا ممكن نعرف ناس، حد واقف في صيدليه صاحبي، حد معرفه، حد تحت البيت، فانا بعدي باخد اللي انا عايزه، انما الكلام ده مش سليم اصلا. مش سليم. بس المنشطات دي يا دكتور يعني ليها ناسها، يعني زي ما حضرتك قلت لان في شريحه ثانيه من مرضى السكر المنشطات ما بتاثرش فيهم. ده هو احنا بنشوفهم في المرحله دي للاسف، هو قعد سنين بالزبط. بيعتمد على المنشطات وجايبه معاه نتيجه هايله جدا، لما بطلت تجيب نتيجه بقى عايز حد يلحقه بقى. طب هو كان يبقى من البدايه لو كنا قدرنا نتدارك الامر كان ممكن ما نوصلش للمرحله دي. فالمنشطات النهارده لازم تتاخد تحت اشراف دكتور، لان كمان احيانا احنا ممكن نخلي المريض ما ياخدش المنشطات دي فتره طويله، يعني ممكن انا اخليه ياخدها ككورس علاج لفتره زمنيه معينه وبعد كده يتوقف والامور تبقى كويسه جدا، ما محتاجش حاجه عند اللزوم. واحيانا بنتحايل على الموضوع بطريقه او باخرى بحيث انه ما يحسش انه دايما محتاج حاجه عند اللزوم. انا هديك منشطات بس مش بالضروره يكون عند اللزوم، لان دي احيانا راجل يقول لي طب انا طلبت معايا ان انا اعمل علاقه زوجيه وانا ما فيش منشطات في البيت اعمل ايه؟ فهنا احيانا دي بتكون ازمه بالنسبه لبعض المرضى يعني. فهنا مهم جدا ان الدكتور يبقى مع المريض من اول يوم. فانت بدات تحس بمشكله على طول مش تروح للصيدلي بقى، لا تروح لدكتور متخصص. هنبتدي نحط الموضوع في حجمه الحقيقي ونبتدي العلاج. هنا لما هنكتب منشطات هنكتبها بجرعات معينه، هنكتب لك انواع تناسبك ممكن ما تناسبش غيرك، وهنكتبها لك لمدد معينه وهتاخدها ازاي. كل الكلام ده لما بيتم تحت اشراف دكتور فانت بتحقق اقصى فايده باقل مضاعفات ممكنه. خلاص كده؟ طب هنفترض ان هو جاي في المرحله اللي هو بيقول خلاص انا جربت المنشطات وخدتها كلها بانواعها المستورد والمصري، خدت كله مفيش نتيجه. في الحاله اللي زي دي احنا بنقف ولازم نجاوب على كذا سؤال. اول حاجه احنا لازم نحدد حجم المشكله، يعني احنا وصلنا لاي درجه، وهل في اسباب اخرى تانية بقت غير مرض السكر اثرت عليه ولا لا؟ لو قدرنا نجاوب على الاسئله دي هنقدر نحدد ايه النوع المناسب من العلاج بتاعه. هل النهارده اقدر اخليه يرجع يستجيب تاني على المنشطات؟ وارد في بعض العيانين احنا بندي بعض الادويه فيرجع تاني يستجيب على المنشطات. او لو لقينا ان دوت مش متاح فاحنا ممكن نلجا للحقن الموضعي او ممكن نلجا الى التدخل الجراحي. انما باي حال من الاحوال مريض السكر ليه حل. يعني مريض السكر اللي بيشتكي من ضعف انتصاب اي من كان نوع مرض السكر اللي عندك، اي من كان المده الزمنيه اللي انت عندك فيها سكر، كنت مظبط او مش مظبط وخلاص ده واقع بقى احنا بنتعامل معاه، ففي حل، سواء الحل ده علاج دوائي او هو حقن موضعي بيجيب نتائج هائله جدا مع بعض المرضى، او لو اضطررنا في الاخر الى التدخل الجراحي هو اجراء جراحي بسيط مفيش منه اي مشكله ولا منه اي خوف على مريض السكر وبيحل المشكله بنسبه 100%. احنا طبعا الموضوع ده ما وقفش لحد كده، احنا لازم نكمل الموضوع ده في فقرات مختلفه طبعا، لان فعلا الموضوع ده يعني موضوع كبير جدا وليه كذا شق ولازم طبعا نتكلم فيه باستفاضه اكتر. بس للاسف وقت الفقره النهارده خلصت بسرعه مع حضرتك، بشكرك يا دكتور. شكرا جزيلا. كان معانا دكتور احمد العياشي استشاري جراحه الذكوره وعقد الرجال بمركز مصر للذكوره. بكده مشاهدينا تكون خلصت فقرتنا، استنونا فقرات مختلفه من عيش صح.
من عيش صح. الأمان كلمة مهمة جدا في جميع التخصصات، ويمكن تكون الكلمة الأهم معانا في مجال الطب عموما، بالذات في مجال عمليات السمنة. كان زمان تقريبا المريض بيكون خايف جدا وهو رايح يعمل عملية سمنة، وكأنه تقريبا خلاص مش هيرجع تاني أو هيموت، بس بيكون مضطر علشان ما بقاش قادر ولا عارف يعيش حياته بالصورة اللي هو عايش عليها، اللي هي تقريبا ما فيهاش أي حاجة صح. لكن دلوقتي عمليات السمنة بقت تقريبا من أسهل العمليات وأضمنها كمان. المريض بيكون عنده تقريبا يعني جانب كبير قوي من الطمأنينة تجاه العملية اللي هو رايح يعملها، بس يا ترى ايه السبب في التحول الجذري من خوف المميت للمريض ده او الارهاب من فكرة عملية السمنة للطمأنينة الكاملة الموجودة النهاردة؟ السبب في كده اكيد وسائل الامان المتوفرة والمتطورة جدا اللي بقينا بنشوفها النهاردة، اللي بقت تقريبا على مستوى عالي جدا من التكنولوجيا والتطور. احنا النهاردة في هنتكلم أكتر عن وسائل الأمان في مركز تقريبا من أشهر وأنجح مراكز التجميل في مصر وفي الشرق الأوسط كله، دايما بينورنا من مراكز كوينز دكاترة على أعلى مستوى من المهارة وأعلى مستوى من الخبرة. مراكز كوينز يمكن في الفترة الأخيرة عملت طفرة في مجال جراحات السمنة وجراحات المناظير وجراحات التجميل، يمكن اسمهم كبر مرة واحدة بسرعة جدا، لأن الدكاترة بتوعهم مميزين جدا، دكاترة شاطرين جدا، عارفين كويس قوي كل واحد تخصصه إن هو مميز فيه جدا وماهر فيه جدا جدا جدا. منورنا النهاردة من مراكز كوينز ضيف مميز جدا، رحبوا معايا بالدكتور أحمد عبد الحميد، استشاري بمراكز كوينز واستشاري علاج السمنة والمناظير المتقدمة. دكتور أهلا بحضرتك نورنا النهاردة. يمكن دايما كل الدكتورز تقريبا اللي بيشرفونا من مراكز كوينز بتكون فقرتهم مميزة جدا، ولازم نطلع بعد الفقرة دي يعني أولا بروح إيجابية حلوة جدا، ثانيا اللي بيفكر إن هو عنده مشكلة محتاج حلها يعني ما بيفكرش، هو بيروح على طول على الحل. خلينا يا دكتور النهاردة نتكلم على نقطة يمكن هي الأهم في مجال جراحات السمنة وجراحات التجميل عموما اللي احنا بنشوفها الأيام دي، وهي كلمة الأمان. مش سهل أني أنا أقنع مريض عنده مشكلة إن هو يروح يعمل عملية، فكرة كلمة عملية بتخوف قوي المريض يعني، وفي ناس يمكن زي ما قلنا كانوا بيحسوا ان هم هيروحوا العملية مش هيرجعوا تاني. النهاردة بقى الفكرة دي مختلفة، بقى في وعي عند الناس، بقى في ثقافة ان العمليات دي بقت احسن واتطورت، بقينا بنشوف نسب امان عالية جدا جدا، بقينا بنشوف نتائج هايلة جدا جدا جدا. يمكن حضراتكم في مراكز كوينز مميزين باعلى نسبة امان تقريبا موجودة، يمكن نقول 100%. يمكن ما فيش حد دخل مراكز كوينز وطلع غير وهو يعني مبسوط جدا 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 وبيعمل لكم فيدباك رائع. عايزة حضرتك بقى تكلمنا نطمنهم زيادة ونقول لهم ان العمليات بقت امنة بنسبة 100% عن طريق بروتوكول احنا حاطينه في المراكز عندنا. البروتوكول ده بيبدأ من اول ما المريض بيتصل بينا يحدد الميعاد لغاية لما يجي لنا المركز. المركز عندنا الكول سنتر او الريسبشن بيستقبله بجميع الحاجات المتاحة بالنسبة لنا. بنعمل فايلنج او بنعمل ملف للمريض بحيث ان هو يبقى جاي عارف ميعاده امتى بالظبط، جاي نستقبله الاستقبال اللائق. بعد كده بنوصل معاه من التمريض للسكرتارية الحاجات دي كلها. بعد كده بيدخل للدكاترة عندنا، بيعدي زي بمحطات. أول حاجة دكتور البطنة بيبص عليه بيقيم حالة المريض الصحية، لو بيشتكي من أي حاجات بنعرفها عن طريق تحاليله والفحوصات اللي هو بيعملها. بعد كده بندخل على دكتور القلب برضو بيطمن عليه، كل ده عشان نشوف العيان هل هو عنده مشكلة صحية. مش في مرضى بيبقوا مش عارفين هم عندهم ايه، في مرضى بيبقى بنكتشف امراض جديدة عندهم هو ما كانش يعرفها اصلا قبل العملية. بعد كده بيبقى انا بستقبله، بنحدد نوع العملية اللي احنا هنعملها ايه، من تكميم معدة، من تحويل مسار، من كل العمليات المستحدثة اللي هي بتضمن نسبة امان برضو عالية، وبنضمن ان احنا نوصل لاحسن حل والوزن المثالي يوصل. بعد كده بيبقى بندخل بقى للتغذية، تغذية قبل العملية، وعن طريق برضو طبيب التغذية بيبقى متخصص في الموضوع ده ان هو بيحدد له
قبل العمليه هيعمل ايه، بعد العمليه الدنيا هتمشي ازاي، بحيث ان المريض ما بقاش مستغرب حاجه، مش ما فيش حاجه مزد عنده، ما فيش حاجه مش عارفها، ده قبل التدخل الجراحي. اوكي. طبعا بالنسبه بقى للمركز عندنا مجهز باعلى الاجهزه، طبعا في اجهزه التعقيم على اعلى مستوى. بعد كده بنوصل بقى ندخل المستشفى. المستشفيات عندنا بتبقى مجهزه لمرضى السمنه. وانا بحدد مرضى، يعني التربيص العمليات دي مخصصه لحالات السمنه، السمنه المفرطه، العيان بيبقى وزنه فوق ال 150 كيلو او اكتر او اقل، بيبقى ده متاح بالنسبه لنا ان احنا نعمل له عمليه. بعد كده بيبقى لو احتاج لرعايه، لو احتاج بنك الدم بيبقى متاح عندنا، بحيث ان الحاجات دي كلها بتضمن له الامان. طبعا. اهم حاجه العيان المريض يوصل لـ 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 زي ما بيقولوا كده لبر الامان. يعني بحيث ان هو يعمل العمليه ان نبقى مطمنين عليه بنسبه 100% ان شاء الله. بالنسبه بقى بعد كده للتخدير اثناء العمليه، دكتور التخدير اللي عندنا او دكاتره التخدير اللي عندنا كلهم مستشارين، اتعاملوا مع الحالات دي اكتر من 4000 حاله احنا عاملينها للمرضى السمنه المفرطه، فده بيضمن اعلى برضو مستوى امان. اجهزه التخدير اللي بنستخدمها في مرضى السمنه غير الاجهزه اللي بتستخدم للحالات العاديه. اوكي. المنظار نفسه بقى احنا العمليات طبعا كلها بتتعمل بالمنظار. فالمنظار نفسه برضو مخصص لعمليات السمنه. احدث طبعا الدباسات، احدث التقنيات الحديثه، احنا ما يعني ما زي ما بيقولوا كده ما بندخلش على العيان باي، احنا ما بنستخسرش حاجه في العيان بتاعنا. بالظبط بالظبط، بحيث ان هو نوصل معاه لاعلى نتيجه وبنسبه امان ان شاء الله 100%. طيب يمكن يا دكتور احنا قلنا ان تقريبا معدل الامان اللي سمعناه او الفيدباك اللي احنا شفناها عن مراكز كوينز وصلت فعلا ل 100%. يمكن ما فيش حد بنلاقيه عليه يعني اجماع في راي معين، ولكن حضراتكم يعني بشهاده جميع الناس اللي راحت عندكم زيارات وبعد كده بقت بتاخد قرايبها وبياخدوا اصحابهم، ويمكن في عائلات بالكامل بقت بتروح عند حضراتكم، يعني يمكن ده اهم سبب فيه زي ما حضرتك قلت لي ان عندكم جميع التخصصات بيمر عليها المريض قبل ما يدخل على الجراحه نفسها. يمكن في دكاتره بيعتمدوا على الريبورت مثلا اللي المريض رايح بيه، ان هو كان عند دكتور بطنه بره، كان عند دكتور كذا بره، ولكن حضراتكم يعني ميزه عندكم حلوه قوي ان انتم ما بتعتمدوش على اللي جاي لكم بكلام، انتوا لازم بتشوفوا كل حاجه بنفسكم. ويمكن كمان ميزه عاليه قوي قوي من الامان حضرتك قلت لنا عليها دلوقتي، ان يمكن المريض اصلا ما يكونش عارف ان هو عنده مشكله، يعني انا رايح اعمل عمليه ايا كانت العمليه اللي انا رايح اعملها وانا متخيل ان انا زي الفل زي ما بيقولوا ما عنديش اي مشكله، لكن هنا دي حاجه بتعلي جدا جدا معايا ان يحصل اي مخاطر داخل العمليه، لان في دكاتره للاسف ان هم بيدخلوا على العمليه ويكتشفوا ان المريض ده عنده حاجه جوه اوضه العمليات. بالزبط. بيكون هنا بقى في عندنا هو مشكله من الحالتين. تقييم المريض قبل العمليه ده لازم يقيم كويس جدا. لازم نشوف كل الفحوصات بتاعته وكل الحاجات بتاعته، لو في حاجه ناقصه بنكملها، لو احنا بنتميز ان احنا تيم ورك، يعني الفريق نفسه بيبقى متكامل. كل التخصصات كل الفروع، بحيث ان احنا نغطي جميع الامراض اللي موجوده عند المريض. مريض السمنه بيبقى فيه حاجات مصاحبه ليه كتير، مش بيبقى السمنه مش سمنة فقط. بالزبط طبعا بالزبط احنا عارفين طبعا عنده مشاكل في القلب عنده، وفي حالات عندنا يعني احنا في حاله لسه عندنا كانت دكاتره التخدير رافضين ينيموها لان حالته كان عندها مشاكل في التنفس. دي احنا الحمد لله عن طريق دكتور التخدير اللي عندنا وعن طريق اجهزه التخدير المتطوره عندنا قدرنا نعمل الحاله دي. فدي حاجات كلها بتطمن العيان اكتر. لا انت ما تخافش، انت تعالى ان شاء الله هتعمل عمليه، ان شاء الله هتقوم بسلامه، ان شاء الله توصل للوزن المثالي، بعد كده هتبقى المتابعه. انت حضرتك قلتي حاجه مهمه برضو ان بيعتمد على الملف، بيعتمد. لا احنا عندنا قسم المتابعه ده برضو حاجه بتميز، حاجه مهمه طبعا بتميزنا، لان احنا عندنا اهم حاجه المريض فولو اب بتاعه كل قبل ما ميعاد زيارته بيومين ثلاثه بنكلمه ونعرفه ان انت ليك ميعاد زياره بتاعتك، بحيث ان احنا نضمن اعلى امان وافضل نتيجه. تمام. يعني في ناس كتيره بتعمل عمليات، بس هي القصه كلها ان انا عايز اوصل لسيفتي 100% وكمان ان انا احافظ على الوزن اللي انا وصلت له، ما يبقاش بعد ما يخس ويوصل للوزن المثالي يرجع تاني يحصل انتكاسه. الحاجات دي اهم حاجه يا دكتور بيدور عليها المريض. بالزبط. يعني بالظبط.
وكمان برضو احنا بعد يعني بعد العمليه بنقول احنا عندنا جراحه بلا الم، دي برضو حاجه بتميزنا. ان احنا بيبقى فيه جهاز اسمه بي سي اي، ده جهاز متخصص ان احنا بيدي مسكنات بصوره يعني زي بامب كده، بتدي مضخه بتدي مسكنات مستمره للمريض بحيث ان هو ما يحسش باي الم بعد العمليه. بنقول للمريض بعد 3 ساعات انت قوم اتحرك، لو حس باي الم بيدوس على زرار، هي البامب دي بتدي جرعه مسكنه بحيث ان المريض ما يحسش باي الم خالص. احنا بنقول جراحه بلا الم. يمكن يا دكتور في دكاتره بتسيب المريض بدون متابعه قبل العمليه ونكتشف جوه العمليه ان هو عنده مشكله. بيكون هنا الدكتور طبعا هو مسؤول عن الحاله اللي قدامه، هيكمل العمليه ولا مش هيكمل، هيعمل العمليه على مسؤوليته ولا المفروض ان هو يرجع مثلا يقول لاهل المريض ان هو عنده مشكله. انتوا الميزه عندكم ان انتوا ما بتسيبوش ان ده يحصل، لان بالزبط. احنا بنكون مظبطين كل حاجه كده قبل العمليه، احنا بنبقى سابقين الموضوع ده، ان احنا نبقى عارفين عندك ايه، مشخصينك كويس، عارفين كل حاجه عندك، عارفين طبيعه حتى حاجات شخصيه شغلك. انت بتعمل ايه؟ حركتك بتتحرك ولا لا؟ بعد العمليه هتبقى ايه؟ السيناريو بتاعك هيبقى ماشي ازاي؟ كل الحاجات دي بنحاول نوصل لها بحيث ان احنا نوصل لاعلى نتيجه ونسبه الامان اللي هي ان شاء الله عاليه جدا. يعني ما احنا ما بنسيبش هنا حاجه للصدفه خالص. بالظبط. حلو قوي. طيب حضرتك من شويه قلت لي ان عندكم احدث الاجهزه تقريبا من مناظير جراحيه من دباسات، كلمنا اكتر بقى يا دكتور، لاني بقينا دلوقتي بنحب قوي او الناس اللي بقت فاهمه قوي في فكره او في مجال الجراحات او المرضى اللي هم عندهم مشكله وبيبحثوا على الافضل، بقوا فاهمين ان في حاجات حديثه جدا، فاهمين ان انا محتاج ادور على دباسه حديثه جدا، فاهمين ان انا محتاج ادور على دكتور شاطر جدا في المناظير. كلمني بقى حضرتك عن تطور الحاجات دي عندكم. احنا بنستخدم احدث دباسات اللي هي اي درايف الترا، دي حاجه يعني اوتوماتيكيه، ما بتحتاجش ان انا زي بتعتمد على العنصر البشري، هي ما تعتمدش على العنصر البشري خالص. لو الدباسه نفسها او الدبابيس اللي احنا مستخدمينها مش هتقدر تبقى سيل او تبقى محكمه، لا هي بتديني الارم ان انا ان النسيج ده لازم مقاس اكبر، لازم حجم مختلف للمقاس، فده بيدينا نسبه امان عاليه. برضو بالنسبة للآلات الجراحية كلها بتبقى سنجل يوز، يعني أنا بستخدمها لمريض واحد بس، بضمن بيها أن أنا مفيش عدوى هتتنقل من مريض لآخر. طبعا ديت برضو في نقطة أو نقطة منتشرة دلوقتي، نسبة الأسعار. أن أسعار الناس بتتكلم تقول طب ليه ده غالي وده ليه رخيص؟ غالي لأن هو تكلفته غالية، لأن هو أفضل تقنية موجودة دلوقتي. زي ما بتجيب حاجة هي اب تو ديت، مش حاجه زي موديلات قديمه او لا، بدل في تكنولوجي اعلى احنا بنوصل لاعلى تكنولوجيا بحيث ان احنا نوصل لاعلى نتيجه. تمام. عشان كده بتلاقي في تفاوت في الاسعار، ممكن واحد يستخدم الدباسه مثلا مرتين في عيانين، لا احنا بنقول لا، احنا هنستخدم الدباسه دي بتاعتك انت، هنستخدمها ليك انت وبعد كده ما عادتش هتستخدم تاني. تمام. قصه ان احنا نوصل للامان العالي ده لازم نلتزم بده، وده أمانة أو ده رسالة بيبقى بنوجهها للمريض طبعا، مسؤولية على حضراتكم. بالظبط 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 بالظبط. طيب حضرتك كمريض سمنة رايح مراكز كوينز، محتاج ان هو يروح مكان مجهز على أعلى مستوى. أنا شخصيا لو أنا مريضة سمنة هدور على افضل مكان، انا شايفه ان هو مجهز حلو جدا، شايفه ان الدكاتره دي شاطره جدا، شايفه ان انا هروح مكان زي ما حضرتك قلت حتى لو التكلفه عاليه شويه، ولكن انا هاخد اعلى نسبه من الامان وهاخد عمليه مضمونه 100% ومش هيحصل لي اي مضاعفات او مش هرجع تاني اعمل عمليه وبعد كام سنه يحصل لي مشكله واعوز اعمل عمليه تاني. احنا قلنا له احنا هنجيب لك كل حاجه عندك، هنوفر لك كل التخصصات، هنوفر لك كل المعدات الابديتد، هنوفر لك اجهزه التعقيم، اعلى اجهزه التعقيم، هنوفر لك افضل الات جراحيه بحيث ان انت توصل معانا لافضل نتيجه. الحاجات كلها يعني زي الهرم كده بتتبني فوق بعضيها لغايه لما نوصل للقمه اللي هي النتيجه المثاليه للمريض. ده اللي احنا بنضمنه او ده اللي احنا بنقول ده البروتوكول بتاع مراكز عندنا،
بحيث ان احنا مش هنحتاج لا ده طب روح اعمل لا طب لا ده انت كل حاجه موجوده بالظبط كل حاجه موجوده كل حاجه متاحه. المستشفيات مش اي مستشفى، احنا لازم المستشفى تبقى مجهزه تبقى معتمده تبقى فيها جميع الحاجات اللي انا ممكن احتاجها. احتاجت نقل دم مش هقعد ادور، احتاجت سرير رعايه متوفر، الاجهزه التخدير المتاحه، حتى تربيزه العمليات نفسها بتبقى مجهزه لمريض السمنه مش اي مريض بيبقى عليها. المنظار نفسه اللي هو الاتش دي اللي هو الفول اتش دي اللي هو بيبقى مجهز لحالات السمنه بس مش لاي عمليه مثلا زي العمليات المراره او زي ده او الحاجات دي. لا ده منظار مجهز لعمليات السمنه. حلو قوي. يمكن مرضى السكر بيبقى عندهم امل كبير قوي لو هم عندهم سمنه في العمليه اللي هيعملوها ان هي تشيل من عندهم مرض السكر او يعني نبطل العلاج اللي احنا بناخده او نخف بصوره يعني عاليه قوي. ده بيحصل فعلا مع ده بيحصل عندنا لان احنا عمليات تحويل المسار هي بتغير المسار الاكل عندنا، فبتادي ان انا بوصل للمريض ان هو ما يحتاجش بعد نزوله في الوزن وكده ما يحتاجش ياخد دواء سكر. تمام. يعني انا بقول له انت ممكن تعمل العمليه وانت عندك سكر او مش قادر تظبطه، بعد العمليه انت بتدريجيا بتحتاج ما تحتاجش علاج سكر، خلاص بتبقى خفيت من مرض السكر. فدي برضو احد الميزات او احد الحاجات اللي احنا بنحاول نقول للمريض لا انت ما تخافش. لا اعمل عمليه وهتبقى كويس وهتوصل لاعلى نتيجه وبنسبه برضو الامان اللي هي 100%. حلو قوي. يعني حتى اللي عندهم مشكله احنا برضو بنوعدهم بامان 100%. بالظبط. يعني في يا دكتور بقى مرضى قلب ومرضى ضغط ومرضى تنفس عندهم مشكله في التنفس، يمكن دول فكره ان احنا نقول لهم انت هتعمل العمليه دي بتكون صعبه قوي عليه. بتكون مخيفه شويه من فكره التخدير، ان انا عندي مشكله في القلب وهاخد تخدير او بنج كلي، انا عندي مشكله في التنفس ما ينفعش اخد تخدير. بتتعاملوا مع الحالات دي وينفع نعمل لها عمليات ولا بنشوف لها سكه ثاني ممكن؟ لا احنا الدكتور التخدير عندنا، دكاتره التخدير عندنا ومستشارين التخدير بيبقوا بيقيموا الحاله دي، هو بيقيمها كلها. بالنسبه للتنفس ممكن نعمل اختبارات تنفس، بالنسبه للمرضى القلب لا احنا بنعمل موجات فحص وضعيه القلب، بنبص على الضغط بتاعه لازم يبقى متظبط، سكره كمان يبقى مظبوط، الحاجات دي كلها بتبقى قبل العمليه بحيث ان انا ادخل عمليات وانا مش مفاجئ ان انا مش عندي مشكله، لا انا ببقى داخل العمليه وانا عارف ان انا ان شاء الله الدنيا هتمشي كويس لان انا خلاص خلصت الحاجات دي او عملت كنترول للامراض ديت قبل اجراء الجراحه. تمام. فدي الميزه اللي عندنا او دي الحاجه اللي بتميزنا عن بقيه المراكز الثانيه. لا ده انا محتاجه حضرتك تكلمني شويه في موضوع الميزه دي، لان احنا النهارده بقينا بنشوف مراكز كتير قوي موجوده، بنشوف اعلانات كتير على الانترنت، بنشوف دعايه كتير قوي لمراكز كتير. ازاي افرق بين المركز الكويس قوي وافرق بين المركز اللي ممكن يكون يعني ليه اسم او بدا يظهر او يعمل دعايه بس انا عارف كويس قوي انا هنا هروح لمين وعارف كويس قوي هنا هروح لمين؟ لو اتكلمنا بقى عن مراكز كوينز في القصه دي هنلاقيهم فين وهنلاقي ايه اللي بيميزهم؟ احنا بيميزنا اول حاجه العنصر البشري، التيم بتاعنا، التيم بتاعنا مؤهل كلهم استشاريين في جميع التخصصات بحيث ان انا بضمن اعلى مستوى الطبي للاطباء الموجودين. بعد كده المركز نفسه مجهز بجميع الاجهزه من الات لمعدات لتعقيم، الحاجات دي كلها بضمنها 100%. بعد كده المستشفى عندنا مجهزه ومؤهله ان هي تستقبل الحالات السمنه المفرطه. بعد كده بقى التغذيه والمتابعه بعد العمليه، ده برضو عنصر مهم جدا بنوفره بحيث ان انا بوصل للعيان اللي هو يوصل للوزن المثالي اللي هو متوقعه او اللي هو يعني عايزه قبل العمليه او هو ده اللي في دماغه. ويمكن احسن علشان احنا دايما بنشوف من حضراتكم كل حاجه حلوه، بنشوف نتائج هايله، وطالما حضراتكم دايما بتنورونا دي حاجه بتبسطنا جدا وبتطمنا جدا جدا من كلام حضراتكم اللي دايما بنسمعه. شرفتنا يا دكتور ونورتنا النهارده، ان شاء الله نكمل كلامنا مع حضرتك في فقرات تانية كتيره قريب، وكمان ناخد من حضرتك حاجات جديده بقى نقولها المره الجايه اكتر واكتر. شرفتنا ونورتنا النهارده. النهارده يمكن اتكلمنا عن حاجه مهمه جدا جدا وهي الاهم زي ما قلنا في مجال جراحات السمنه اللي بنشوف عنها النهارده اعلانات كتير ودعايه كتير، وهي نسبه الامان. اتكلمنا عن مركز من اشهر المراكز الموجوده النهارده في مصر وفي الشرق الاوسط كله وهي مراكز كوينز،
وعرفنا ليه هم تقريبا نسبه الامان بتاعتهم 100% ومفيش حد تقريبا النهارده اختلف على راي فيهم. كان معايا النهارده منورنا من مراكز كوينز الدكتور احمد عبد الحميد استشاري بمراكز كوينز واستشاري وعلاج السمنه بالمناظير المتقدمه. خلصت فقرتنا، استنونا فقرات جديده من عيش صح. مساء الخير والجمال على كل مشاهدينا في كل مكان، في يوم جديد وحلقه جديده من انبوكس برجك ايه، واللي بتنورنا فيها دايما خبيره علم الفلك والابراج سابي. سابي النهارده هتكلمنا عن ازاي نقدر نغير شخصيه كل برج، او ازاي نبقى احنا ابطال القصه بتاعتنا، او نبقى كومبارس في قصه حياتنا. هنعرف كل التفاصيل دي بس بعد ما نرحب بسابي. ازيك يا سابي؟ ازيكم؟ عامله ايه؟ ازيك يا سابي؟ عامله ايه؟ تمام الحمد لله. الاصفر حلو قوي عليك. انتي ونوران ماشيين جدا. طيب زي ما قالت كده نوران، يعني هو موضوع غريب شويه، فكره ان انا ممكن اغير سواء شخصيتي او اغير حاجه فيا طبقا للبرج. مش نغير، احنا كل اللي بنقوله ان كل واحد فينا قصه حياته يا اما يبقى البطل بتاعها يا اما يبقى كومبارس فيها. في اشخاص عن طريق يعني في ابراج بتبقى بطل، يبقى بطل قصه حياته، وفي ابراج بيبقى كومبارس، وفي ابطال بيبقى حد هامشي يعني موجود زي مش موجود. يعني هامشي في حياته، في قصه حياته. طبعًا. ان هو مثلا لو حد بيعمل كل حاجه للي حواليه، مثلا حد بيعمل له كل حاجه، ما ينفع هو ما بيعرفش يعمل حاجه من غير ما بيسال حد في حياته. بيبقى مثلا روتيني، هم خمس حاجات بيعملهم كل يوم هو وبيبقى جبان، ما بيبقاش جريء، ما بيبقاش عايز يخاطر، بيبقى ماشي جوه الحيطه مش جنب الحيطه. بس ده ممكن يتغير؟ طبعا ممكن يتغير، يتغير على حسب الاشخاص اللي حواليه، لان ساعات دوت غالبا دايما دوت بيبقى بيستخدم او بيبقى رقم ثلاثه، او بتبقى اللي حواليه عاجبهم ان هو ضعيف الشخصيه اوكي علشان يبقى هو اللي بيروح وبيجي وبيعمل لهم ويبقى بيخوفوه. ممكن يعمل لهم له مثلا لو في شغال في حته ومعاه زمايله هم يعمل لهم شغلهم لان هم مثلا بيزوغوا بتاع. لو حد مثلا متضايق مثلا من حد او عايز يتخانق مع حد، يبقى هو مثلا اللي هو يعني بيبقى كوبري ما بينه وما بين حد، ان هو ممكن يستخدمه في النص. روح قول كذا، روح اعمل كذا، وهو في نفس الحكايه بيسمع وبينفذ، لاغي عقله تماما. فدايما الكومبارس دوت بيبقى لاغي عقله، مش مشغل دماغه خالص. طيب سيبي هنتكلم اكتر، بس معانا تليفون من مريم. الو يا مريم. الو الو يا مريم، ازيك؟ تمام. انا مريم وتاريخ ميلادي 15/5، وعاوزه اعرف عن العاطفه، يعني في حب هيرجع قديم ولا لا، وعن المهن وبس، وعن الشغل. طيب خليكي معانا يا مريم. اوكي، هي 15/5 هي اخر 10 ايام في التور، فهي تور جوزاء. برج التور او الجوزاء بوجه عام ما عندهمش رجوع لحد قديم. اوكي، لان هم داخلين على حياه جديده، سواء تور او جوزاء داخلين على حياه جديده في كل حاجه. عمليا وعاطفيا وكل حاجه، يعني هم عندهم نقله من مكان لمكان في البيت وفي الشغل. اوكي، مش حلوه خالص، بس خلينا نقول ان ست التور هي اللي عامله كده في نفسها، لان هي دايما عايزه ترد، متمسكه، على الرغم ان هي ذكيه جدا جدا جدا. اوكي، ودي كمان تور جوزاء يعني ذكيه جدا، لكن قاعده عماله تبص ورا، عماله تفكر في اللي حصل لها، عايزه ترد، عايزه ترجع زي ما هي بتقول بالظبط. اللي هو واقفه محلك، مش عايزه تتحرك، مش عايزه تعمل تغيير. فبقول لها لا، اسمها ماي هي صح؟ بقول لها ماي اتغيري، مريم. مريم اتغيري يا مريم، ما تبصيش وراكي، لان اللي جاي عندك احسن بكتير من اللي انت كنت فيه. اوكي، طب بالنسبه للشغل؟ هي اوريدي الفتره اللي فاتت برضو كانت الدنيا في الشغل مش لطيفه خالص، هي في حاجه جديده هتروحها، لسه كنت بقول لك من شويه عندها جديد في كل حاجه في حياتها. طيب. بس هي اللي تغير الزاويه اللي هي واقفه فيها. اوكي، يعني هي ساعات احنا بنبقى في حياتنا
فتره بنبقى كومبارس وفتره بنبقى بطل قصه حياتنا. فهي دلوقتي عامله فيها كومبارس مش بطله، لان هي واقفه محلك سر، متمسكه بالحاجات القديمه وعندها طاقه سلبيه وعماله تفكر تغير الزاويه اللي هي واقفه فيها، او على الاقل اضعف الايمان لما تفكر في حاجه تعمل عكسها عشان الدنيا تمشي معاها شويه. طيب شكرا ليكي يا مريم. طيب ندخل بقى بالتفصيل اكتر، ازاي كل برج ممكن، تعالي نقول الابراج اللي كده والابراج اللي كده. تعالي نتكلم مثلا على البنات الاول. برج الحمل ده بطل، مش بطله يعني طول الوقت، طبعا هي بتكتك طول الوقت، ما بتعملش حاجه غير انها بتكتك طول الوقت، وطول الوقت هي بكيزه هانم، هي عندها الانا، عندها الايجو عالي جدا. اوكي دي بنت الحمل. طبعا الحمل بوجه عام، سواء في ثلاثة أو في أربعة كله، لأن الحمل سواء حوت حمل أو حمل أو حمل تور، الثلاثة شخصيات قوية جدا جدا جدا، ما بيعرفوش يبقوا رقم اثنين، ما بيعرفوش يبقوا رقم اثنين، لأن هم مهما سألوا كل اللي حواليهم أو حسسوا اللي حواليهم إن هم بياخدوا رأيهم، في الآخر هم عارفين هم بيعملوا إيه، هم بس بيضحكوا على اللي حواليهم. أوكي نيجي لبرج التور، طبعا برضو شخصيه قويه جدا، لان سواء برضو بتبقى بطله برضو، لان سواء هي تور او تور حمل او تور او تور جوزاء، الثلاثه برضو اقويه جدا جدا جدا. احنا دلوقتي بنتكلم على البنات بس. اوكي والجوزاء، الجوزاء اللي في خمسة واللي في لغايه 10 6 دول اقويه جدا. نيجي بقى الجوزاء اللي من اول 11 6 ل 20 6، دول بيضيعوا حقهم بطريقتهم، لان هم واخدين من السرطان، دايما بتوع السرطان بيضيعوا حقهم بطريقتهم. دول بقى اللي شويه بيبقوا بيعرفوا يبقى تبقى بطله، وشويه تبقى كومبارس، مش طول الوقت بتبقى بطله. اوكي نيجي لبرج السرطان. السرطان اللي في ستة واللي في سبعة، دول بيبقوا عاملين زي الكومبارس اكتر، لان هم على قد ذكائهم، بس ذكائهم بيستخدموه في حاجات هبله، يعني بيستخدموه في حاجات تضرهم مش تفيدهم. اوكي فهم دايما بيحبوا الناس تتعاطف معاهم، فهم اللي حاطين نفسهم في الدور ان هم يبقوا رقم اتنين او يبقوا كومبارس عشان الناس تتعاطف معاهم، عشان الناس تتعاطف معاهم، لان هم يعني دايما بنت السرطان من كتر عصبيتها ممكن بتغلط كتير، فبتبقى عايزه تغطي على غلطها بان الناس تتعاطف معاهم، وانها مش قصدها او تعيط او او او. اوكي فدايما بتداري على دوت بالناس عايزه تتعاطف عليها، فهي حاطه نفسها في الحته بتاعت ان هي تبقى كومبارس. لكن اخر 10 ايام في السرطان اللي واخد من الاسد ما بيبقاش كده خالص. اوكي بيبقى اقوى شويه، عنده عشان واخد من الاسد، فبيبقى واخد باله من كل حاجه بيعملها، بيفكر كويس، بياخد باله من ان هو ردوده عامله ازاي، ورد فعل اللي قدامه عامل ازاي. اوكي نيجي بعد كده لبرج الاسد. برج بطل. الاسد في البنات بطلة طول الوقت، بطل او بطله يعني بطلة قصه حياتها. اوكي بس خلينا نقول ال 10 ايام الاخرانيين اللي واخده من العذراء، اوكي هنا بتبقى ساعات بطله وساعات بتبقى كومبارس، لان اللي بتبقى ملمسها برج العذراء، برج العذراء دايما عايزه حد يحتويها، دايما عايزه حد يبقى ظهر ليها، عايزه تستند عليه. اوكي فدايما برج العذراء في البنات بتبقى هي اللي عايزه، هي حابه دور الكومبارس، هي حابه دور الكومبارس يعني بارادتها، بارادتها هي عايزه كده. مش عايزه، عايزه ممكن تظهر بس لما بتيجي تلبس، يعني تبقى واخده بالها من لبسها، تبقى عايزه تبقى بطله وهي لابسه، ملفتة للانتباه بس. لكن حياتها هي عايزه القوقعه. اوكي نيجي بعد كده لبرج، احنا كده خلصنا برضو برج العذراء في البنات. نيجي لبرج الميزان، طبعا بطله. اوكي بس ال 10 ايام الاولانيين لا، اللي واخدين من عذراء لا، من اول 1/10 ل 20/10 دول ابطال، لان هم شخصيه قويه جدا، لان هم سواء ميزان اللي هو البيور اللي هو من 1/10 ل 10/10 او من 11/10 ل 20/10 واخدين من العقرب، طبعا العقرب برضه ذكاء جدا جدا جدا. نيجي بعد كده بقى لبرج العقرب في البنات، برضو بطلة جدا جدا، يعني حتى لو انتي مش عايزاها بطلة هي بطلة غصب عنك. اوكي لان هي بتعمل كده في كل حاجة في حياتها، مع صحابها ست العقرب، مع صحابها في الشغل، مع اهلها، اوكي مع كل الناس اللي حواليها.
برج القوس برضو بطلة لأنها شخصية قوية. بس العشر أيام الأوانيين اللي هم واخدين بالعقرب واللي هم من واحد 12 لعشرة 12 أوكي. لكن اللي من 11 12 اللي هي ده واخدة من برج الجدي أوكي، من 11 12 ل 20 12 دي بتبقى هادية شوية. عبده الرايق يعني بتعمل كل حاجة بس بتختار شوية تبقى كده وشوية تبقى كده. أوكي نيجي لبرج الجدي. ست الجدي بطلة بس هي دايما الآخرين. بس دايما من خلال يعني لحد بطلة بس مش لنفسها. يعني في حياة الناس هي دايما بتبقى بطلة جدا بس لنفسها بيهم. هي لا يعني هي بطلة الآخرين. مش ضحية نفسها. يعني مش ضحية. مش حكاية مضحية. هي لما هي دايما بتنقي صحابها، بتنقي اللي بتحبه، بتنقي مش بتحب تبقى صاحبة الكل. بتحب تنقي الناس اللي هي بتحبهم، فلما بتحب حد بتبقى عايزة تخدمه فعلا. أوكي. نيجي لبرج الدلو. برج الدلو ساعات في أشخاص منهم بيبقوا هم بمزاجهم ساعات بيعملوا بطلة. اوكي وساعات بتعمل كومبارس على حسب هي بتتعامل مع مين. بنت الدلو دايما بتشوف هي بتتعامل مع مين، مين بتبقى حابه تبقى ضعيفه معاه ومين بتبقى حابه قويه تبقى معاه، يعني هي اللي بتختار. بس أوكي. هي تقدر تقوم بالدورين. اوكي ست الحوت ست قويه جدا لانها بطله، بس بطله انا شايفاها ان هي بطله بس دايما بتضيع حقها. ليه؟ علشان ليه بتضيع حقها؟ علشان هي دايما بطلة بس هي اختياراتها لنفسها مش اوكي. بس شبه الجدي، شبه ست الجدي، بطلة للناس اللي حواليها، بطلة للي بتحبهم، لكن لنفسها حاسة ان هي مش مدية حقها زي ست الجدي كده هوت، اللي المفروض تبقى زي ما بتعمل مع الناس اللي حواليها تعمل كده مع نفسها. ما بتعرفش يعني ممكن تفضل الناس اللي حواليها واللي بتحبهم اكتر من نفسها. اكيد انه مضحية ست الحوت مضحية. بس احنا بنتكلم على الكومبارس والبطلة مش على المضحية دلوقتي. لا مين قال مش كومبارس خالص. سيبي احنا على الهوا. طيب احنا كده قلنا الستات او البنات. يعني نتكلم في الولاد ولا ناخد رسائل؟ ناخد رسائل بقى شويه كده الولاد. طيب اول رساله معانا هي مش قايله تواريخ بس هي بتقول ان هي برج الجدي وجوزها برج العذراء. هما منتظرين يحصل حمل من 4 سنين، فهي بتسال يا ترى في حادث سعيد السنه دي ولا لا؟ بصي هي الجدي وهو العذراء. انت عارفه لو هي العذراء وهو الجدي هيبقى في عم. بص في ابراج والله ما بهرج يعني مثلا ست الحوت لو اتجوزت راجل اسد مالها ست الحوت يا سيدي. بديكي مثال. اوكي ست الحوت مثلا لو مع راجل الاسد مفيش، لو عكسنا يبقى في ابراج مع ابراج. بيبقى ساعات ربنا بيجعل سبب ان هم مش هيكملوا. اوكي فبيبقى مدي سبب لحاجه. بتيجي بقى ساعات في موضوع الحمل، لان كتير جدا او انتوا قابلتوا ريكوستات كتيره جدا جدا، مثلا ناس صحابنا قرايبنا يبقوا مثلا راحوا للدكتور ويتقال لهم مثلا ايه، لو انت اتجوزت حد هتخلف ولو انت اتجوزت حد هيخلف. هم ما فهموش حاجه، بس هم بيبقى الكيمياء بتاعتهم مش جايه على بعض. اوكي فدوت بيبقى نفسي اكتر. طيب رساله ثانيه يوم 22 شهر 11 عايزه اعرف السنه دي حظه من كل ناحية من كل شيء يعني. ويوم 24 شهر 7 عايزة أعرف السنة دي برضو حظه إيه. طيب. يعني 22-11 الأول. هي 22-11 هي برج القوس بس تاخد من العقرب. أوكي لأن هي الأيام اللي ما بين الاثنين. هي بالنسبة لها العقرب السنة دي حظه حلو جدا 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 جدا. أوكي بس يمكن عشان هي قوس والقوس شوية حظه مش زي العقرب. أوكي وهي آخر 10 أيام. اوكي يعني الدنيا هتتاخر معاها شويه. يعني كل الاحداث الحلوه تحصل لها من بعد شهر 4. تمام اوكي. هو كام؟ كام 7؟ 24/7. 24/7 هو برج الاسد. هو فرصته احسن بكتير. هو فرصته احسن بكتير لان هو عنده سفر، عنده شغل جديد، عنده ماديات حلوه السنه دي جايه له. فرصه راجل الاسد السنه دي احلى من ست الاسد. يعني النهارده او الاسبوع دوت في سفر هيتعرض على معظم رجاله الاسد. فرص هتجيلهم في شغل جديد واغلبيتها سفر داخل الدوله اللي هو عايش فيها او خارج الدوله اللي هو عايش فيها. بس في عنده نقله.
اوكي، فهو فرصته احسن منها هي. حلو قوي. طيب معانا مسج، عايزه اعرف بنت القوس 18 12 مع رجل الحوت 13 3، حاليا هم منفصلين، هي بتسال هل هيرجع تاني ولا لا، وهيكون في ارتباط رسمي امتى يعني، ومفاتيح الراجل ده ايه، بتتعامل معاه ازاي مع راجل الحوت؟ فاكره لما اتكلمنا الاسبوع اللي فات لما كنت بقول لبنات الحوت هي برج الحوت؟ لا، هو اللي برج الحوت، هو اللي هي الحوت؟ بنت القوس، هي 18 12. اوكي، لا يمشوا مع بعض. عارفه لو العكس، فاكره لما كنت بقول بنت الحوت تبعد عن الابراج الناريه؟ اوكي، لا كده يمشوا مع بعض. انا كنت فاكراها هي اللي حوت. اوكي، القوس يعني بنت القوس تمشي مع راجل الحوت. العكس. يعني طالما هو الراجل هو اللي حوت وهي اللي برجها ناري، اوكي، لكن لو العكس ما ينفعوش. اوكي، هيرجعوا تاني؟ هيرجعوا تاني، بس هي عندها مشكلة. برج الحوت في الرجالة ما بيحبش الزن. وهي برج، هي قوس جدي. اوكي، لان هي 19 او 18 هي قوس جدي. اوكي، هو قوس زنان؟ الجدي زنان. الجدي زنان. الجدي زنان. هي ردت الجدي زنان، بس هي كمان شخصية قوية، هي قوس وجدي، دماغها شغالة. وبتزان، ما بتزهقش، ما بتفصلش. اوكي، في تارجت عندها عايزه تحققه، هو ما بيجيش بالطريقه دي، لان دايما بتوع الحوت بوجه عام هم هاديين. يعني بنت الحوت ما بتحبش الزن برضه؟ لا، ما بتحب الاهتمام، لكن ما بتحبش الزن. بس بتحب الاحتواء والاهتمام. في فرق ما بين الزن والاهتمام والاحتواء، صح؟ اكيد طبعا. انا قلت يعني اسال اطمن في الحوت عموما. طيب هل ليه مفاتيح الراجل ده ولا ايه؟ ان هي ما تزنش عليه، لان هو ما بيجيش بالطريقه دي خالص. أوكي. لان هو يعني دايما الحاجه الغاليه او اللي هي ما بتقعدش تزن، ما تبقاش طول الوقت موجوده، هو اللي بيجري وراها، لكن طول ما هي اللي بتزن طول ما هي قدامه طول الوقت خلاص. لا، وبعدين هو الفتره دي مركز عمليا، يعني برج الحوت الفتره دي بوجه عام، خصوصا كمان الراجل مركز عمليا. فهو بيحب يركز، فكتر المشاكل، كتر الزن، كتر الحاجات دي كلها بتوتره، لان هما ما بيعرفوش يعملوا حاجتين في وقت واحد. يحبوا يركزوا لما بيعملوا حاجه، يحبوا يركزوا فيها. اوكي، فهي موتراه، فهو عشان يخلص من ده كله ويعرف يركز في اللي هو بيعمله، فهو مديها ظهره وبعد. فبقول لها اهدي، نقي الوقت المناسب، اقعدي مثلا كلميه، اضحكي، هرجي، ما تكلموش في مشاكل، لان هو هيهرب منك، ما تضغطوش يعني. اوكي، مسج تانية، 9/12 القوس، عايز أعرف برجي عن الصحة والعمل. أوكي، برج القوس السنة دي، هو قوس وقوس بيور، برج القوس السنة دي عنده فرص حلوة، بس كلها سفر خارج البلد اللي هو عايش فيها. أوكي، فاللي يجي له فرصة من برج القوس خارج سفر، فرصة سفر خارج البلد اللي هو عايش فيها، ما يفكرش ويسافر على طول، لأن الدنيا هتختلف معاه 180 درجة، لأن هما بقالهم أربع خمس سنين الدنيا عندهم مش حلوة خالص. عمليا كمان ونفسيا وماديا. فبقول له لبرج القوس، كل رجالة القوس وكل رجالة الأسد، أي حد منهم يجيلهم فرصة خارج البلد اللي هو عايش فيها، يسافروا على طول، ما يفكروش. طيب معانا مسج بتقول، لو سمحتي عايزة أعرف 23/11 دي بنت، و 28/3 ده جوزها، في مشاكل بينهم من بدري، وفي قضايا، وعايزه تعرف هيكون في انفصال ولا هيفضلوا كده. هي 23/11 هي قوس عقرب. بالظبط. وهو 28/3. 28/3 هو حمل حوت. ما فيش توافق ما بينهم خالص، طبعا في مشاكل وفي انفصال، لان هو عنده حياه جديده. ده اذا ما كانش اتجوز اساسا. هو عنده حياه جديده تانية غير القضايا اللي ما بينهم. هو عنده حياه جديده. اوكي، وهي المشاكل دي بقى لها 3 4 سنين عندهم. يعني المشاكل دي عندهم بقى لهم 3 4 سنين، لان ست القوس هي قوس وعقرب. ست القوس عندها مشاكل، هي اللي بتعمل الضغط اللي بتوصل لكده، لان هي شخصيه قويه. ست القوس شخصيه قويه، فلو ما حصلش اللي هي عايزاه او اللي هي مفكره فيه او حاسباه، بتبهدل الدنيا او بتأفور الدنيا، بتكبر المواضيع. رغم ان هي لما بتحب بتبقى جميله جدا، يعني هي الحاجه ونقدها على طول، مفيش عندها وسط. هي رومانسيه قوي ست القوس، جدا بس لما بتشوفش، لما بتشوف حاجات غير اللي هي، غير السيناريو اللي هي مرتباه لحياتها. اوكي، بتتوتر، فبتعمل حاجات، بتهول المواضيع. حلو قوي.
سيبي لسه نكمل كلامنا معاكي ونرجع بقى نشوف مين من الرجالة أبطال حياتهم ومين الكومبارس، بس بعد الفاصل خليكم معانا. رجعنا لكم من جديد ولسه مكملين إن بوكس برجك إيه مع خبيرة علم الفلك والأبراج سابي، والنهاردة بنتكلم مين من الأبراج أبطال حياتهم ومين الكومبارس وإزاي ممكن نغير ده. قبل الفاصل اتكلمنا عن البنات حسب كل برج مين بطلة حياتها ومين لا، دلوقتي بقى الرجالة. الرجالة بس هم دايما الستات أكتر من الرجالة. طبعا فريق. احنا أبطال. بجد في كل حاجة الستات بيبقوا أكتر. أوكي. برج الحمل في الرجالة هو بقى يعني عارفه اللي بيستعبط. ازاي؟ يعني هو ساعات هو كومبارس. هو اللي حاطط نفسه كومبارس، هو يتكلم على ان هو بطل صح، بس هو في الحقيقه هو كومبارس. هو مش مستوعب الواقع. هو مستوعب بس هو فكره او قدراته مخيلاله ان هو بطل، لكن هو كومبارس وهو حابب انه يبقى رقم 2 او 3 او 4 مش فارق. اوكي، لكن هو داخليا فاكر ان اللي بيعمله ده البطل مش الكومبارس. اوكي. برج الثور مش عايزين نقاش خالص طبعا، بطل قصه حياته لان هو حد ذكي جدا، بيرتب افكاره، بيرتب اوراقه، عارف هو بيعمل ايه، مفيش خطوه بيخطيها غير لما بيبقى واخد القرار كويس جدا، فطبعا بطل في كل الامور. مع اهله، مع صحابه، مع شغله، في شغله، في كل حاجه. برضو برج الجوزاء بطل. لان هو برضو عارف هو بطل في عمليا في شغله حياته الشخصيه، ما فيش اي بطل. هو عايز يبقى رقم 2 او 3 عشان يكبر دماغه. لكن حياته العمليه هو بطل، حياته الشخصيه هو كومبارس. اوكي. برج السرطان كومبارس. تقول لي فخر كده ليه؟ تضحك قوي. كومبارس ليه بقى؟ علشان برضو شبه الحمل. اوكي. هو فاكر ان هو بطل لكن هو كومبارس. اوكي، هو في سمات. هو فاكر ان هو بطل لكن طريقته والحاجات اللي بيعملها هو كومبارس مش بطل، لكن هو فاكر ان هو بطل. اوكي. برج الاسد بطل لان هو ذكي، بس بطل برضو في شغله. حياته الشخصية مش بطل، كومبارس. بس الأسد متهيألي شخصيته قوية يعني في حياة عمليا في حياته الشخصية. لأن هو قافل الدايرة بتاعته، منقي أصحابه، منقي أهله، منقي يعني حتى قرايبه، منقي قافل الدنيا عنده. فاللي معاه هو حبيبهم، فبيبقى عايز يريحهم أو عايز يبقى يعني بيجي على نفسه عشان يرضي. بس برج الأسد طيب قوي كده؟ مش طيب قوي. لا، ما انا بقول عمليا اوكي، عمليا هو بطل. اوكي، يعني بطل قصه حياته عمليا، حياته العمليه. حياته الشخصيه بقى بيبقى حياته الشخصيه مع اللي بيحبهم، مع اللي بيحبهم كومبارس. بيبقى كومبارس، بس هو فاكر ان هو بطل. لكن هو كومبارس لان دايما برج الاسد اول عاطفيا مثلا اول ما بيخش بيعمل فيها ان هو حد متفتح جدا وان هو من امريكا مثلا. اوكي، وبعد شويه بتحسي ان انت قاعده مع واحد صعيدي جدا وعنده مبادئ ومتاخر وقديم جدا. هو بيظهر بصوره لكن هو حاجه تانية خالص. فهو فاكر ان هو بطل لكن هو كومبارس. اوكي. برج العذراء من الابراج. ده بقى بيضحك عندك مش عارفه فين. برج العذراء بقى برج العذراء بقى بمزاجه. هو بيعرف يقوم بدور البطل، بس هو بيريح دماغه مثلا. هو بيعرف يقوم بدور البطل وبيعرف يقوم بدور الكومبارس على حسب الناس اللي قدامه، بيعرف امتى يطلع البطل وامتى يطلع الكومبارس. لكن الاثنين موجودين وهو اللي بيستخدمهم. اوكي، معنى كده ان هو شخصيه ذكيه. اوكي. برج الميزان ده بطل لانه ذكي جدا. برج الميزان في الرجاله اذكياء جدا 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 جدا، بس انا بحسهم طيبين قوي الرجاله بتوع الميزان خالص. ايه؟ لا خالص. لا يعني انت ميزان عقرب، فانت بتشوفي انت قويه فشايفاهم ان هم اقل منك عشان انت اقوى. انت ميزان وعقرب،
فانت شايفاهم اقل، فما يتحكمش من. طب مين اقوى في الميزان، ست الميزان ولا راجل الميزان؟ ست الميزان طبعا. ستة واذكى طبعا. راجل الميزان، راجل الميزان مش بياخد يعني حياته كلها مش دايركت في شغله بس، لكن دايما بيعمل شخصيه دايما شخصيه اندايركت، دايما كل اسئلته تحس ان هو ضابط مخابرات، ضابط امن دوله، كل حياته بيتعامل مع البشر اندايركت. هو فاكر ان هو لما ما يجيبش السؤال دايركت اوكي، ان هو هي عشان ما ياخدوش بالهم ويكذبوا، لان هو شخصيه شكاكه. بس الميزان كله كده للاسف. اوكي، لا بس الراجل اكتر. اوكي، راجل العقرب في شبه من راجل العذراء، ذكي جدا، عارف يمثل ويقوم بالدورين، بيعرف يعمل بطل وبيعرف يعمل بس خبثة قوي يا سامي، وبيعرف يعني يعمل خبثة في حياته الشخصيه. لكن عمليه لا، عمليه واضح جدا حياته الشخصيه خبيث. خبيث لان هو بيحب يكبر دماغه، او هو من كتر ذكائه ممكن اوقات يعمل كومبارس واوقات يعمل بطل، بس هو عارف يقوم بالدورين. بس هو اللي بيختار يبقى مين امتى. اوكي، برج القوس ده كومبارس في الراجل، لان راجل القوس شبه برضو راجل الحمل. هم طيبين، يعني مش قصدي حاجه، هم طيبين، هم بيبقوا فاكرين نفسهم ان هم بطل قصه حياته، لكن بس هو كومبارس على قد ما هو ذكي جدا. على فكره برج القوس ذكي جدا، بس هو دايرته صغيره وماشي جوه الحيطه، مش عايز مشاكل، بيكبر دماغه. عايز يعيش مبسوط، عايز يعيش مبسوط بطريقته هو. اللي هي دايره صغيره وقافل على نفسه. اوكي، لكن هو فاكر ان هو بطل، لكن هو مش بطل. تمام. اوكي، برج الجدي برضو شبه برج العذراء، سوري شبه برج العذراء، شبه برج السرطان، وشبه برج الحمل. هو فاكر ان هو ذكي وان هو بطل، لكن هو مش بطل. لان هو طفل كبير. لكن هو فاكر ان هو بطل وان هو ذكي وان هو بطل قصه حياته وان هو، لكن هو لا مش بطل، هو كومبارس. اوكي، برج الدلو برضو عنده مشكلة في ان هو في شبه الميزان، راجل الميزان. اوكي، هو بيعرف يقوم بالدورين. ثانية، ده ايه؟ الجد؟ الدلو. الدلو ولا الجد؟ احنا خلصنا الجد. احنا خلصنا الجد. الدلو بقى ايه في الرجالة؟ شبه برج الميزان. هو عارف يقوم بالدورين كويس جدا وذكي جدا، بس هو عمال يعني عارف امتى يقوم بالدور دوت بطل، وعارف امتى يبقى كومبارس. يعني هو اللي بيختار. بس هو ذكي جدا، لكن هو في العموم حتى لما بيعمل بطل هو كومبارس. اوكي، برج الحوت في الرجاله برضو عنده الحنك، هو بطل بس هو عارف يقوم بالدورين، عنده حته البطل وحته الكومبارس، هو اللي بيختار امتى يبقى بطل وامتى يبقى كومبارس. انا بحسهم بيشوا ان هم ابطال. لا، هم في الواقع كومبارس. لا، هو بيختار، هو بيختار، هو عارف يقوم بالدور ده، هو عارف يقوم بالدور ده وعارف يقوم بالدور ده، بس هو اللي ساعات بيختار امتى يبقى بطل وامتى يبقى كومبارس. يعني هو اللي بيختار، هو عارف الدورين يتلعبوا ازاي وهو اللي بيختار. تمام، ناخد رسائل، يلا بينا. في رسالة، مساء الخير عليكم، يا ريت أعرف توقعات برج العقرب 14 نوفمبر، الصحة والعمل والمال. بنت ولا ولد؟ بنت. طيب، برج العقرب في البنات يمكن رجل العقرب الدنيا عنده أسرع من بنت العقرب، لأن رجل العقرب أو معظم الرجالة، ودي ميزة فيهم أحسن مننا، بينسوا أو بيتناسوا، بيعرفوا يقوموا بالدور ده كويس قوي، بيعرفوا ينسوا بسرعة أو بيدوا ظهرهم بسرعة. أوكي، ست العقرب عندها مشكله ان هي بتبقى قاعده عايزه ترد. وده اللي مأخرها لغايه دلوقتي. فبقول لبنات العقرب او بقول لها سيبك من اللي فات، بلاش تفكري فيه، لان انت عندك 2020 حلوه جدا 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 جدا، من بعد شهر 3 عندها فرص كتير، عندها نقله من مكان لمكان سواء شغل او بيت. اوكي، عندها او هي اوريدي، في معظم من برج العقرب الفتره اللي فاتت نقلوا من مكان لمكان، لان النقله دي هتفرق معاهم، عندهم شغل جديد. اوكي، عندهم ماديات هتظهر لهم او فلوس ليهم هترجع لهم. اوكي،
عندهم اللي مش مرتبط عنده ارتباط وحد جديد، مش حد يعني عارفينه، حد جديد مش حد كان في حياتهم. فأي حاجة قديمة كانت في حياتهم أو أي حاجة عاطفيا كانت في حياتهم مش هتكمل أو خلصت، خلاص هي خلصت. يبصوا لقدام لأن الفترة الجاية عندهم حلوة جدا. هي دي المشكلة، هي دي مشكلتهم، ان هم واقفين محلك سر ما بيتحركوش، او يقولوا الدنيا مش حلوه، اما ازاي 2020 حلوه، اما هم اللي عاملين كده في نفسهم ان هم قاعدين ماشيين في الدنيا بس باصين ورا. اوكي طيب. فمتاخرين. معانا مسج 1/11 عايزه تعرف توقعات الحياه العمليه والصحيه. هي بنت 1/11 برضو، هي عقرب. كل الرسائل عقرب. برج عشان هم بقالهم 4-5 سنين الدنيا عندهم مش حلوه. من 2015 اخر 2015 وبرج العقرب في البنات طالع عينهم بجد. يعني عمليا وماديا ونفسيا وعاطفيا كلهم راجعين ورا بنسبه 180 درجه. يعني الدنيا عندهم اختلفت بطريقه غير عاديه، ومره واحده، مش جات لهم تدريجيا، جات لهم مره واحده. فهم وعشان هم شخصيه قويه ما بيقدروش يتقبلوا بده، يعني ما بيقبلوش بالهزيمه، ما عندهمش حاجه اسمها خساره او هزيمه. هم فيهم ميزه ان هم بيجربوا او بيحاولوا كذا مره، بس جنب اللي هم بيجربوه او بيحاولوا فيه برضه مفكرين ان هم لازم يردوا او ينتقموا من اللي فات، فده مأخرهم. او خلينا نقول النهارده انت لما بتيجي تفكري في موضوع بكل قوتك، هل زي ما انت بتفكري بنسبه 50%؟ اكيد لا. فهم ده اللي عاملينه بقى، ان هم اللي مأخرهم او اللي مش شايفين. وساعات ربنا بيبعت لك حاجات حلوه بيرضيكي بيها عن حاجات وحشه حصلت لك. اوكي، بس لو انت وانت ربنا بعتها لك وانت ماشيه انت مش شايفاها، اوكي، او مش واخده بالك منها، انت هتعدي وهي هتعدي. اوكي، ففي حاجات كتيرة جدا، كانت فرص كتيرة جدا الفترة اللي فاتت ليهم، والسنة دي برضو عندهم فرص كتير. فاللي هيمشي وياخد باله ويغير تفكيره عن الفترة اللي فاتت، لان احنا خلينا نقول ان كل فترة بنبقى محتاجين نغير البلان بتاعتنا، او نغير وجهة نظرنا شوية، او احنا لو ما نلاقي الدنيا مش ماشية معانا يبقى الغلط فينا، لان احنا بنتعامل في كذا حاجة حوالينا والدنيا مش لطيفة وواقفة. فيبقى الغلط عندنا احنا، يبقى لازم نغير فكرنا او نغير الطريقة بتاعتنا او نقف في زاوية تانية، او بمعنى اصح مش عارفين نعمل ده، لما نفكر في حاجة نعمل عكسها. تمام. أوكي. طيب رسالة كمان العذراء 4/9 عايزة اعرف كل حاجة من ناحية العمل والعائلة والعاطفة. اوكي، برج العذراء في البنات السنة دي عندهم ارتباط جديد، عندهم جواز مش ارتباط، يعني هو هيبقى العمل الموضوع ماشي بسرعة، يعني لو في مثلا خطوبه وفي جواز، لا ممكن يبقى جواز على طول، او لو خطوبه هتبقى في فتره قليله جدا عبال ما عشان يتجوزوا. اوكي، لكن في او في خطوبه كانت حاصله السنه اللي فاتت او ارتباط حصل السنه اللي فاتت، فالمفروض يكمل السنه دي، هيكمل السنه دي. اوكي ده وعندهم عمليا في يعني معظم الناس اللي شغالين في برج العذراء، في برج العذراء في البنات عندهم عولة في شغلهم، عندهم ترقية في شغلهم، عندهم حاجة هيكبروا فيها أو هينجحوا فيها، أو حد بيعمل حاجة فالعمل اللي بيعمله دوت مستني مثلا صدى، مستني نتيجة بتاعته، مستني إن هو يشوف مثلا هو أوكي ولا مش أوكي. كل دوت السنة دي برج العذراء من الأبراج اللي السنه دي عندها نجاح بنسبه عاليه جدا جدا، لان برضو هم الثلاث سنين اللي فاتوا كان عندهم الدنيا مش حلوه خالص، سواء راجل او ست، او الراجل ثلاث سنين، لكن الستات بقى لهم 8 سنين أو 9 سنين الدنيا عندهم مش حلوه. فالسنه دي عندهم سواء بنات او ولاد في العذراء عندهم طلوع وعندهم الدنيا حلوه جدا. حلوه. طيب سابي حسن كاملين كلامنا معاكي، بس هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل مع سابي ونعرف توقعات الابراج الفتره دي. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم انبوكس برجك ايه مع خبيره علم الفلك والابراج سابي. سابي عايزين نتكلم بقى عن توقعات الابراج الفتره دي. برج اوكي برج الحمل الفتره ديت هم عندهم توتر، متوترين جدا جدا، ان هم كانوا مستنيين حاجه معينه تحصل لهم. اوكي عمليا، لان هم برج الحمل
عمليا الفتره دي عندهم الدنيا مش حلوه خالص سواء بنت او ولد. اوكي، وهم كانوا الفتره ديت مركزين ان هم يجيلهم رد على 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 شغل او على مثلا واللي شغال مثلا في مثلا خطه عاملها او في بلان عاملها في حاجه في شغل او مقدم تقرير في حاجه فعايز كان رد عليه، ما فيش لسه رد. ده كله هيحصل الاسبوع الجاي، لسه مش الاسبوع ده خالص. اوكي، الفتره دي هم عندهم توتر، ومن كتر ما هم متوترين عمالين يعملوا علاقات جديده، يسالوا ناس كتيره، يعملوا تليفونات كتيره، عمالين يسالوا كذا حد لان هم خايفين. فبقول لهم اهدوا، الدنيا مش حلوه عندكم الفتره دي. الاسبوع الجاي يعني من يوم الخميس الجاي الدنيا هتختلف معاهم 180 درجه. برج الثور، برج الثور بقول له خلي بالك الفتره ديت عشان عنده مكيده، عنده حد متربص له، حد من الصحاب، حاجه في الشغل، يا اصحاب يا اما شغل. يعني عايز اعمل له مكيده. عندهم راجل وست، عندهم حاجه يا اما في الشغل اوكي يا اما في الصحاب. في حاجه هيقع فيها، بس هم يعني المكيده اللي هو المفروض هيقع فيها هيبقى صداها، مش هيحصل له حاجه. مش هيحصل له حاجه، بس يخلي باله لان هم هيركزوا، اللي عايز يعملوا المكيده بيركزوا ان هو لو ما حصلش هيجربوا معاه مره واثنين وثلاثه. فهو يخلي باله برج الثور الفتره ديت. اوكي، برج الجوزاء، برج الجوزاء بقول لهم يهدوا لان هم عصبيين قوي الفتره ديت، علشان هم ماديا الفتره اللي فاتت ما كانتش حلوه خالص. بقول لهم اهدوا لان انتوا من بعد الدنيا عندكم هتظبط في 2020، من بعد شهر 2، من بعد 15 او 25 2 بالظبط الدنيا هتغيرت معاهم 180 درجه. فبقول لهم اهدوا، رتبوا اوراقكم عبار ما يجي 15 2. اوكي، برج السرطان، برج السرطان الفتره ديت عندهم خبر مستنيينه، والخبر ده هيعود عليهم بنتيجه حلوه لصالحهم. ده في الحياه العمليه ولا في العموم؟ كل واحد على حسب قصه حياته. في واحد عمليا، في حد مستني رد مثلا عايز يتجوز مستني رد، في حد هيتقدم له ومستني مش عارفه ايه، كل واحد على حسب القصه اللي في حياته اللي مستنيه. اوكي، بس في رد، والرد ده هيجي لصالحهم هم. اوكي، برج الاسد بقول له اهدوا شويه الفتره دي، بلاش تاخدوا قرار او تردوا في حاجه، اسالوا اكتر من حد حواليكوا في حاجات علشان يعني ما يتسربعش، يستنى او يسال اكتر من حد في اي حاجه هياخد فيها قرار. يعني بلاش ياخد قرار الفتره ديت. اوكي، الاسبوع اللي جاي هيبقى احسن له في ان هو ياخد قرار او يمضي على حاجه او يرد على حد في حاجه، لان الفتره ديت مش حلوه. بس انا عايزاه اكتر ان هو يسال قبل ما ياخد القرار او يرد على ناس في اي حاجه. اوكي، سواء برضو في خطوبه، في ارتباط، في شغل. اوكي، برج العذراء بقول له انت في صعود، عقد هتمضيه او مضيته بالفعل، في نجاح سواء ست او راجل، في جواز، في ارتباط جديد انت داخل فيه، والارتباط دوت هيبقى الواحد اللي هيبقى في حياه الواحده او الواحده اللي في حياه الواحد هيبقى وشهم حلو على بعض. اوكي، يعني برج العذراء الفتره ديت كل الناس اللي حواليه طاقه ايجابيه بالنسبه له. اوكي، برج الميزان بقول له اهدى، ما تمضيش على اي حاجه الفتره دي خالص، ما تمضيش على حاجه لانه في حاجه عرض هيتعرض عليه. ما يمديش خالص الشهر ده. ليه بقى؟ علشان برج الميزان الشهر ده برضو الدنيا عنده هتختلف زي الجوزاء من بعد 15 او 25 2. اوكي، يعني مثلا لو حد اتعرض عليه شغل جديد في الفتره دي اكنه بيفكر عقد. يفكر هرد، طب هشوف ظروفي في الشغل اللي انا فيه وبعد كده هرد. عشان العقود عندي كتير قوي. اوكي، يعني مش شرط عقود، ممكن يكون رد في حاجات تانية كتيره. اوكي، بس ما يردش الفتره دي او ياخد وقته. هي ناس هتستنى يا سامي. اوكي، بيستنوا. برج العقرب بقول لهم انتوا عندكم شغل في حياتكم، الشغل دوت ماشي، بس هيبقى فيه سفر، الشغل مش هيبقى بره، مش بره البلد اللي انتوا عايشين فيها. يعني اللي بيسعى في برج العقرب لسفر بقول له الفتره دي ما عند السعي لسفر بره البلد اللي انت عايش فيها مش حلو، خليك قاعد زي ما انت في المكان اللي انت فيه. اوكي، علشان هنا الفرصه احسن من بره، المرحله دي بس مؤقته. تمام. اوكي، برج القوس بقول لهم يعني يهدوا شويه لان من بعد 25 واحد الدنيا هتختلف معاهم.
لسه ما جاش الوقت بتاعهم، لان برج القوس بقى لهم فتره طويله الدنيا عندهم مش حلوه، بس ده يمكن اكتر لست القوس. راجل القوس الفرص عنده حلوه، ولو جالك سفر سافر. اوكي. برج الجدي، برج الجدي متوتر قافل. ليه؟ لان احنا كلنا كل الابراج لما بيجي شهرها بتبقى مكتئبه وقافله، فاحنا دلوقتي في برج الجدي، فهتلاقي معظم برج الجدي او مكتئبين. كلهم مكتئبين اوريدي من اخر السنه اللي فاتت. لا، ما هو الاكتئاب بيعمل اي حاجه، بيعمل عيان. ما هو انت ده عامل نفسي. اوكي. بعد ما يعدي 25 واحد الدنيا هتختلف معاهم، او 22 واحد، لكن هم دلوقتي في حاله اكتئاب بعد برج الجدي. بعد ما يخلص برج الجدي تمام. الدنيا هتختلف معاهم 180 درجه. اوكي. برج الدلو بقول لهم بطلوا زن، بطلوا ان كنتوا كل حاجه كون فيكون، بطلوا توتروا اللي حواليكم، عشان كده انتوا مش هتاخدوا القرار السليم اللي انتوا مستنينه. يعني الزن ما بيجيبش فايده، بالعكس. برج الحوت بقول لهم انتوا عندكم سفر، عندكم جواز السنه دي وعندكم سفر، حاولوا ترتبوا افكاركم، شوفوا ايه سفر مؤقت ولا سفر على طول. لا، سفر مؤقت. بس عندهم اكتر من سفر السنه دي بره الدوله اللي هم عايشين فيها. اوكي. عندهم ماديات هتجيلهم حلوه. اوكي. عندهم جوازه هتحصل لهم السنه دي. يعني ماديات وجواز وسفر، بس هم اللي مش مرتبين. بس هم اللي مش مرتبين اوراقهم. ايوه. خلينا زي ما كنا بنقول الفتره الحلقات اللي فاتت، لما بنكون دلوقتي احنا قايمين منهم عايزين نعمل حاجتين، نشوف ايه اللي هينفع نعمله الاهم في المهم. ايه اللي هينفع يتعمل نعمله. نرتب يعني نتجوز الاول ولا نسافر الاول ولا الفلوس الاول. الحاجه اللي هتمشي او الحاجه اللي هتيجي الاول وتنفع تتعمل اعملها. اوكي. ما اجلهاش يعني. لان هم عايزين كل حاجه يعني عمالين يفكروا في 50,000 حاجه، فهم اللي تايهين، عمالين يلفوا حوالين نفسهم. والله يا ابدا. اوكي. هي ما بتفكرش في حاجه اصلا. بس فبقول لهم ياخدوا حذرهم، او يعني يفكروا صح، يرتبوا اوراق. حلو قوي. ماشي، احنا كده خلصنا توقعات الابراج كلها. ناخد بقى رسائل. في رساله بتقول انا برج الجوزاء 21/6 وجوزي 6/6، عايزه اعرف التوافق وتوقعات السنه الجديده والعمل. 21/6 هي طبعا اليوم اللي ما بين الجوزاء والسرطان، وهو 6/6 جوزاء، ما ينفعوش مع بعض خالص. ده جوزها. ما هو اكيد مش متفقين على فكره، اكيد بيتقابلوا صدفه في البيت. يعني ايه يعني؟ هو حد هيكملوا؟ هو حد لا، بيبقوا قاعدين بس هم مش مرتاحين. مش مبسوطين. لا بس عادي يا سابي، يعني اعتقد ده كل المتجوزين بيبقوا قاعدين مش مرتاحين. لا صدقيني، لا خالص خالص خالص. في ناس كتيرة على فكرة، مش كل الناس مش سعداء على فكرة. في ناس سعيدة جدا وفي ناس مبسوطة جدا، لأن هم عرفوا يختاروا نفسهم صح. صح. طيب احنا كده خلصنا الجوزاء. ماشي. معانا مسج، عايزة أعرف راجل برج السرطان 3/7 ليه ربنا مش بيهديه خالص؟ عامل مشاكل كبيرة ومفيش حل معاه، ولا باللين ولا بالشدة، أعمل إيه؟ أنا والدته وتعبت منه. علشان هي اللي عملت فيه كده، دلعته أكيد زيادة. لأن دايما برج السرطان وبرج الحمل وبرج الدلو أخطر حاجة في حياتهم هي مامته. التلات أبراج دول، الدلو والسرطان والحمل، أخطر حاجة في حياتهم هي والدته. لان هي اللي دايما، برج السرطان وبرج الحمل والدلو، دايما الراجل من دول بيبقى طالع طول الوقت في خط دفاع بيدافع عنه. مش هو اللي بيدافع عن نفسه. طول الوقت في حد بيدافع عنه. فتعود على ده. اوكي. فبيتمادى في ده، ما بيقولش مثلا مره كده ومرتين كده، بيتمادى، وكل مره بيبقى عايز اكتر. وبيكذب اكتر. اوكي. وهو شايف ان هو زي ما كنا بنقول من شويه، هو شايف ان هو صح وان هو بطل وان هو الوحيد اللي بيفهم. لا، اكبر دليل ان هو ما بيعرفش ياخد قرار، ان هو لازم يرجع يسال عشان يعرف يرد على حد. يعني مثلا تعالي تعاملي مع حد برج السرطان او الحمل او الدلو، لازم قبل ما لو مثلا هيجي مثلا يقول لك انا بحبك وعايز اتجوزك، اوكي، عمره ما هيقول لك انا بحبك وعايز اتجوزك وياخد خطوه الا لما هيكون راجع لمامته او للي بيصرف عليه، او اللي هيساعد ماديا حتى لو بيشتغل، لان هو ما بيعرفش يعتمد على نفسه بنسبه 100%. بس ما هو طبيعي يا سيدي في قرار زي قرار الجواز انه اي حد او اي راجل بيرجع لاهله. اضعف الايمان ان هو مختار الشخص اللي هو عايزها. اوكي.
النهارده بيحصل كتير على فكره، النهارده مثلا هو موافق عليها واهله مش موافقين، يا هم يقنعوه يا هو يقنعهم، هو لو عايزها بجد هيقنعهم. بس ده مش في الثلاث ابراج بس اللي قلتيهم، ده في كل الابراج خالص بيبقوا بيستعبطوا، يبقى هم اللي مش عايزين بس هم بيتلككوا يعني بقى طبعا بيتلككوا او بيجيبوها في حد غيرهم عشان منظرهم. لكن لا ليه، ما انت عندك برج راجل الميزان صاحب قرار، راجل الثور صاحب قرار، راجل العقرب صاحب قرار. لا العقرب ده ماما قوي. لا مين قال لك كده خالص خالص. بيعمل ان هو ماما؟ لا بيعمل ان هو يبقى مش عايز، يبقى مستعبط. لا. طيب انا برج العقرب 27/10. ده واحد ولا واحده؟ واحده. عايزه اعرف الدنيا هتظبط معايا. هي مش عارف 27/10 عقرب، ميزان عقرب. عايزه اعرف الدنيا هتظبط معايا امتى والصفات، ومامتي منفصله هي 20/7 برج الاسد، عايزه اعرف في زواج ليها ولا لا، ولو في هيبقى امتى. ماشي، مامتها عندها جواز فعلا السنه دي بس اخر السنه. اوكي، هي بالنسبه لها هي مامتها يعني. هي بالزبط. هي عامله ان هي هي من كتر ما هي بقت مامتها اوكي، وشايله مسؤوليه او حاطه نفسها فوق اكبر من سنها، فهي ما بقتش واخده بالها من نفسها. يعني هي اللي مقصره مع نفسها، او هو عجبها دور الكبيره، او عجبها دور ان هي مامتها. اوكي، فهي ناسيه نفسها بس هي مش واخده بالها. اوكي. فصاحب بالين كداب، هي تركز مع نفسها مالهاش دعوه بمامتها. طيب مامتها الحمد لله هتتجوز يعني قريب. هي بقى 27/10 عايزه تعرف الدنيا هتظبط معاها امتى. الدنيا هتظبط معاها جدا جدا بس بعد شهر 3، بس هي اللي عامله كده في نفسها. المفروض ان هي ميزان وعقرب، دايما الميزان والعقرب عندهم الحاجه وناقدها في نفس الوقت. اوكي، عايزين الحاجه وناقدها، يعني بيبقوا عايزين الحاجه واوكي ومبسوطين بيها، لو حد جه لعب في دماغهم او قال لهم حاجه بيقعدوا يفكروا تاني من اول وجديد. فده بيخليهم بيبقوا مش واقفين على الارض صلبه، فبقول لهم لا، لما تفكروا في حاجه نفذوها. اوكي، سابي للاسف الوقت جري معاكي، بس ان شاء الله نقابلك الاسبوع اللي جاي. نورتينا جدا، بشكرك. شكرا يا نوره. ميرسي يا نوره. كده خلصت حلقتنا من ان بوكس برجك ايه، ونشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي على خير، وباي باي.